التساؤلات واقعنا يدل على أننا للأسف ما يزال الخطاب الديني إلى هذا اليوم يعيش في أزمة عميقة. هذه الأزمة جزء كبير منها هي أزمة النظام السياسي العربي، وما نراه اليوم من تحولات في المدرسة السلفية، كم من مفكرين سعوا إلى تغيير الفكر السلفي من الداخل فشلوا، أما السياسة فتستطيع أن تغير أكبر المدارس السلفية والدينية. نحن أمام إشكالية ضخمة بين السياسي والديني، بين الحضاري والديني، بين الديني والأسطوري، بين هذه العزلة عن دراسة الأديان الإنسانية، عن معرفة قانون تطور هذا الفكر الديني. نحن ما نزال إلى اليوم كما قال صديقي الذي يدرس الآن في جامعة الحكمة في روما، قال العرب هم أجهل الناس بدراسة الأديان. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، مباشرة نذهب للدكتور حسن حنفي، وهو طبعا مهمة شاقة اليوم، مهمة شاقة وربما عصيبة أن أكون في هذه الجلسة مع أساتذة بهذا المستوى الحقيقة الذين تتلمذت على كتبي، يعني بعض منهم أو جميعهم ربما أقول، مهمة قد تكون شاقة. أسأل الله أن فعلا أن تعالج هذه أو بعض الهموم التي نحتاج إليها في عالمنا العربي الإسلامي. نبدأ مع الدكتور حسن حنفي ومعنا 20 دقيقة، وإذا أيضا تيسر لنا الوقت سنترك المجال عند المناقشة إن شاء الله. تفضل دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، المقاربة الحضارية للدين تجعلني كمفكر أسأل نفسي ما هو الدين؟ الدين له معاني عديدة. هل الدين كما نقول ما ينزل من السماء؟ وكيف لي أن أعرفه؟ وبأي لغة؟ ومن خلال الأنبياء بأي تفسير؟ وبالتالي الدين هذا مفهوم يعني ربما مفهوم آلي، لكن الدين يعني إما العقائد التي أصبحت بديلا عن الدين، فالدين المسيحي عقائده، والدين الإسلامي عقائده، والدين اليهودي عقائده، أو شعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، أو حدود. إذن لا يوجد شيء اسمه الدين في حد ذاته، بل يوجد الدين كما يظهر في التاريخ، في الحضارة، في قلوب الناس، في أذهانهم، في مرحلة تاريخية معينة. إذن الأقرب إلى العلم أن نقول التراث، أي كل ما أبدعه القدماء من متكلمين وفلاسفة وفقهاء وصوفية إلى آخره، فاهمين هذا الدين. لكن هذا التراث ليس تراثا مكتبيا، متحفيا، دخل في ثقافة الناس وتحول إلى أمثال عامية، وبالتالي أصبح التراث جزءا من الثقافة التي تشمل الثقافة الدينية والثقافة الشعبية، أي ما نسميه الثقافة العلمانية. وهذه الثقافة كما يعرف أهل الثقافة هي ثقافة سلوكية تؤثر في الناس، فالثقافة هي أكبر دافع على السلوك وليس التربية أو الأمر كما يعرف أهل الثقافة. التراث هي ثقافة وسلوك سلوكية للعالم إلى آخره. ولما كان هذا التراث ابن عصره يوجد في مرحلة تاريخية والعصور متغيرة والمراحل متغيرة، فلا يوجد تراث واحد. وعيبنا الآن أننا ننقل تراث القدماء الذي أبدعناه منذ أكثر من
من عشرة قرون الآن وقد تغير الزمن. فالعيب فينا وليس في التراث. التغير إذن هو سمة كل عصر، والمرحلة التاريخية سمة كل عصر، بل إن الوحي قد أخذ تتبع المراحل التاريخية بعين الاعتبار. فالوحي اليهودي غير الوحي المسيحي غير الوحي الإسلامي، لأن حدث تطور في المجتمع ربما ليس في الأساسيات وهي الوحدانية، لكن في الشعائر وفي طريقة المقاربة للعالم وللمجتمع. كنا في المرحلة السابقة، مرحلة القرون الخمسة أو الستة الأولى قبل سقوط بغداد، كنا منتصرين وجيوشنا فاتحة من الأندلس حتى الصين ومن شمال تركيا حتى وسط أفريقيا، ولم يكن أحد يهددنا، لكن التهديد جاء من الباب الخلفي للتوحيد، فانبرى القدماء للدفاع عن التوحيد، لم ينشغلوا بقضية الأرض والناس والوحدة. فحتى الدولة العثمانية كان الإنسان ينتقل من أفريقيا إلى آسيا دون أن يسأله أحد أين جواز السفر وأين التأشيرة وهل أنت مسجل خطر في قوائم الأمن العام. ولكن الآن نحن لسنا كذلك، نحن مهزومون. وضعت فلسطين في 48 نصفها في عصر النكبة، وضاع النصف الثاني في 67 عصر الهزيمة، وربما يضيع الشعب الفلسطيني كله في صفعة القرن. إذن المرحلة التاريخية تغيرت. السؤال: ألا يقتضي ذلك تغير المقاربة للدين؟ ألا يقتضي ذلك بناء تراث جديد؟ وكيف أبني تراثا جديدا كلاما فقها فلسفة علوما نقلية إلى آخره والتراث القديم ما زال يطغى علي؟ إذن لابد من فك العقد من التراث القديم، وأنه ليس تراثا مقدسا، هو من فعل الناس ومن اجتهاد البشر. لابد أن أعيد بناء هذا التراث أولا وأجدده، وهذا ما تفعله حركات الإصلاح إلى آخره، حتى أستطيع أن أنتقل من عصر إلى عصر. قلت إننا كنا منتصرين، فانبرى الأعداء إلى الهجوم على التوحيد، وقام علماء الكلام بالدفاع عن التوحيد، وأثبتوا أن الله واحد، ضد الشرك وضد الثنائية وضد التثليث إلى آخره. ولكن الآن هل التوحيد في خطر؟ هل منا من يعتقد أن الله اثنين؟ حتى أعيد هذا الكلام في الجامعات وفي أقسام الفلسفة وفي كليات الآداب وفي الندوات التلفزيونية، وأنا أدور جامعات العالم كلها وأرى أن اليهود قد ابتدعوا فرعا جديدا للاهوت اسمه لاهوت الأرض، Theology of Land، ويقولون الآتي: إن الشعب اليهودي لا يستطيع أن يعبد الله إلا في أرض فلسطين، وإلا في مدينة القدس، وإلا في معبد هيكل سليمان، أما المسلمون فأينما تولوا فثم وجه الله. فالأرض بالنسبة لنا أي اليهود جزء من العقيدة. وأنا مفكر، ماذا أقول في هذه الحالة؟ أقول بنظرية الذات والصفات والأفعال القديمة، أن الله ذات وصفات وأفعال، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة إلى أسماء الله الحسنى،
أم أنني أحاول أن أدافع عن الأرض بنفس السلاح؟ إله السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالأرض جزء من ألوهيتي، ومن يستولي على الأرض فقد استولى على إلهي. هكذا أستطيع أن أشجع الناس على أن الجهاد في فلسطين وفي كل منطقة محتلة من العالم الإسلامي جزء من العقيدة. إذن ولماذا أكرر القدرية؟ ولماذا أكرر باستمرار ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله؟ بل إننا بعد هزيمة 67 قيل في خطاب الاستقالة: لا يغني حذر من قدر. هل الهزيمة كانت مكتوبة علينا في 67، أم أن الهزيمة كان لها أسبابها العسكرية وأننا لم نحسن أداء معارك القتال؟ ألا نستطيع أن نعيد بناء الثقافة الشعبية بحيث تعطي الأولوية لحرية الإرادة وللاختيار؟ إذن كيف أستطيع أن أعيد نفسي من جديد في العصر وأواجه تحدياته؟ تركت علوم نقلية تعتمد على قال الله وقال الرسول، ولم يمسها أحد لا في الجامعات العلمانية ولا في الجامعات الدينية. علوم القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه تعتمد على قال الله وقال الرسول، وقد انطبعت هذه العقلية وأصبحنا نقول: قال الرئيس وقال الوزير وقال المدير وقال الأب وقال الأخ الكبير وقال شيخ البلد وقال شيخ القرية. حجة القول، فهل حجة القول سلطة؟ قيل في خطاب الرئاسي: اسمعوا قولي ولا تسمعوا قول غيري. هل هذا معقول في نهضة عربية؟ إذن يمكن إعادة يعني المقاربة للدين عن طريق إعادة تأسيس النقل على العقل. والقضية التي طرحناها في الجلسة الماضية: الإنسان، بالرغم من أن الإنسان مذكور في القرآن الكريم 65 مرة، نصفها في ذكر مزايا الإنسان والنصف الآخر في ذكر عيوب الإنسان، الكفر والعجلة إلى آخره، لكن لماذا لم تنشأ نظريات إنسانية؟ لماذا لم تنشأ قضايا حقوق إنسان لدينا؟ هناك منطق، هناك إلهيات، هناك طبيعيات، هناك نظريات، لكن الإنسان الذي يعيش في الأرض والذي يعاني في المجتمع أين هو؟ وبالتالي أصبحت لدينا مشكلة حقوق إنسان يتحدث بها العالم كله. انظروا ماذا يقال في اليمن بقتل مئات الألوف من الأطفال، انظروا ما يحدث في سوريا بتهجير نصف الشعب والنصف الآخر في المخيمات وفي الاعتقالات. وطن يهجر أبناءه، ووطن مجاور يستدعي أبناءه للاستيطان. أقول إذن أن هذه كيف أتعامل مع الدين بطريقة عصرية. وحتى الصوفية عندما وجدوا أنهم عاجزون على أنهم يفعلون أي شيء توجهوا إلى الله كملجأ أخير، ووقعوا في المقامات والأحوال التي هي الرضا والتوكل. وأنا لا أرضى
وأنا غاضب وأنا لا أتوكل، أريد أن أعتمد على نفسي. وبالتالي هل يمكن إعادة بناء ما يسمى بالمقامات والأحوال بحيث أتوجه بها إلى العالم من جديد وأنا لا أصبر؟ للصبر حدود، فقد سئمت من أوضاع الفقر والاستبداد، من الآلاف المعتقلين في كل مكان. وبالتالي هل أستطيع أن أحول الطرق الصوفية إلى تنظيمات للمقاومة حتى تعود من جديد الحياة إلى التراث؟ هناك إمكانيات في أصول الفقه تحدثوا عن مصالح العامة وعن مصالح الناس، وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وفي القرآن هناك أسباب النزول، أنه لا توجد آية نزلت إلا ولها سبب. لذلك ويسألونك عن الخمر، ويسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن المحيض، قل وما السؤال الآن؟ ويسألونك عن الاحتلال، ويسألونك عن الفقر، ويسألونك عن الاستبداد، ويسألونك عن القهر، فماذا أنت قائل؟ هذا إذن هناك إمكانية لمقاربة جديدة للدين والناسخ والمنسوخ. أن الشريعة قد غيرت نفسها طبقا لتغير الزمان في 23 سنة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني أن التشريع راعى هذا التقدم في 23 سنة، فما بالنا نحن وقد مضى أكثر من 1500 سنة؟ وإذا كان الإسلام هو خاتم الأديان، أي أن العقل قد اكتمل ولا حاجة إلى وحي جديد، وأن الإرادة أصبحت حرة وأنها لا تحتاج إلى معجزة جديدة. إذن يعني هناك إمكانية لإعادة النظر في التراث القديم وخلق تراث جديد. وإن عمر عندما رأى أن في القرآن سهم المؤلفة قلوبهم، فقال لا، ولماذا نؤلف قلوب الناس؟ هذا عندما كان الإسلام ضعيفا، أما الآن فالإسلام قوي ولا حاجة إلى المؤلفة قلوبهم أن يعطوا سهوما. انظروا إلى قوة التشريع وإيقاف الحكم بقطع اليد في عام الرمادة كما يعلم الجميع. إذن من منا يرضى الآن بالجلد أو الرجم أو الصلب أو قطع اليد اليمنى ثم اليسرى ثم القدم اليمنى ثم اليسرى حتى لا يبقى من الجسد شيء، أمام فلسفات معاصرة تقول أنا بدني، كيف أواجه الناس؟ إذن هناك إمكانية لإعادة النظر فيما يسمى بالتراث القديم، وأعطي مقاربة جديدة. يكفرونني، فأنا مصنف إخواني شيوعي وهذا لا يضيرني في شيء، إنما أريد أن أبقى في التاريخ كأنني قمت بمسؤولياتي الخاصة. أنهي وأقول إن كتب التفسير الماضية كلها كانت تسير من الفاتحة إلى الناس سورة سورة وآية آية، فتتقطع وتتجزأ الموضوعات. بس أين التفسير الموضوعي؟
الذي يأخذ الآيات في موضوع واحد: الظلم، العدل، الفقر، الغنى، الاستكبار، ويحاول أن يجعل أو ينظر للإسلام نظرية في هذا المعروف المنكر، وهو التفسير الموضوعي الذي أخرجته الأسبوع الماضي. إذن لا مقاربة للدين إلا بوعي تاريخي يحدد في أي مرحلة من التاريخ أنا أعيش. هل أنا في مرحلة أبي حنيفة والشافعي، أم في مرحلة هرتزل وترامب، وفي مرحلة أخرى تستدعي علماء جدد؟ وفي أي مسار أنا أذهب؟ أين الماضي ومتى ينتهي؟ وهو يعني وهو جاسم فوق صدري. وأين المستقبل الذي لا أدريه أين هو؟ وأين الحاضر الذي لا أعرف منه إلا الخطابة والعموميات؟ إذن نحن في حاجة إلى ابن خلدون جديد. ابن خلدون القديم أرخ لانهيار الحضارة الإسلامية في القرن الثامن الهجري، ونحن نحاول منذ 200 عام الإصلاح والنهضة والتحديث والتجديد، لكن لم نشعر أننا ربما أنهينا 7 قرون بعد ابن خلدون، وأننا في حاجة إلى ابن خلدون جديد يضع مسار النهضة حتى نتجاوز هذا الإحساس بالإحباط واليأس والشقاء الذي يعم الوطن العربي. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني دكتور حسن حنفي، شكرا جزيلا. يعني هذه عصارة فكرية، يعني وإن كان الوقت ربما قليل بالمقارنة مع هذه الخبرة ومع هذه التجربة التي لديكم، فأشكر لكم يعني هذه الأفكار التي كثفتموها وضعتموها بشكل لعله إن شاء الله يسهم في توضيح الصورة. وأشكر لك أيضا أنه فعلا 20 دقيقة بالضبط، يعني الساعة الدماغية عندك يبدو أنه 100%، 10 على 10. طيب ننتقل لدكتور عبد الجبار رفاعي. الحقيقة دكتور عبد الجبار رفاعي لا أكتمكم، يعني عرفته قبل شخصيا يعني قبل 6 سنوات، وكم سررت يعني عندما رأيت فيه هذا الإنسان الذي تجاوز أزمة العراق، تجاوز العقل الطائفي، بل حتى تجاوز جغرافية الفكر الديني بمعناها المحدود، فهو يتحدث عن الإنسان وعن إنفاذ النزعة الإنسانية في الإسلام وفي خطابنا الإسلامي. بلد يحصل فيه ما يحصل في العراق ربما ليس من السهل أن تجد فيه من المفكرين الذين لم يتلوثوا بهذه الطائفية المسيسة التي دفع من أجلها ولأجلها المليارات إلى هذا اليوم. أفتخر بأن لدينا من الإخوة العراقيين الذين استوعبوا هذه المعضلة التي تمر بها العراق ويمر بها واقعنا المعاصر. نستمع للدكتور عبد الجبار الرفاعي، فتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدتم صباحا، شكرا للدكتور الصديق عامر الحافي على هذا الثناء الذي ربما لا أستحق بعضه أكيد، لأنه في العراق كثير من المفكرين الذين عبروا الطائفية وعبروا حتى هموم الوطن إلى هموم الأمة. وشكرا للدكتور زيد عيادات الذي أمن لنا هذا اللقاء الجميل، وشكرا لفريق النهضة العربية مع الدكتور زيد.
طبعا ورقتي تبتني على عدة مقدمات أذكرها بإيجاز. المقدمة الأولى أنه حضور الدين أبدي في حياة الإنسان، وهذه حقيقة تاريخية ماثلة منذ عصر الكهوف حتى العصر الحاضر، وحتى التنبؤات التي ظهرت من فلاسفة ومفكرين في القرن التاسع عشر الذين كانوا يذهبون إلى أن الدين يمثل حالة أو مرحلة تمر بها البشرية ثم تنتقل فيما بعد، أو الذين قالوا أساساً أن الدين في الواقع هو صناعة بشرية أنتجها الإنسان تلبية الاحتياجات عذاب وألم يعيش الإنسان. أكدت الحقائق، يعني أكد التاريخ والواقع الذي نعيشه أن الدين انتقم لنفسه وانبعث من جديد. صحيح انبعاث الدين الآن انبعاث مريع خصوصا في منطقتنا، ولكن الدين أكد حضوره من جديد في عصرنا اللي هو عصر التحولات الكبرى في المعرفة والعلوم والتكنولوجيا. فحضور الدين أبدي، لكن تعبيراته وتمثلاته مختلفة باختلاف المجتمعات وباختلاف الأديان وباختلاف الثقافات وباختلاف طبائع العمران حسب تعبير ابن خلدون. الدين مكون أساسي في النهضة. الذي يستبعد الدين من النهضة كما حصل عند بعض المفكرين العرب أعتقد يحتاج إلى مراجعة معادلة الدين في الواقع وفي التاريخ وفي الاجتماع البشري. لكن الدين اللي يمكن أن يكون أحد المكونات الأساسية لصناعة أي نهضة أو على الأقل النهضة في عالم الإسلام، لا شك أن الدين نفسه عامل أساسي في إخفاق النهضة. يعني بعبارة أخرى أن الدين كما هو دواء هو داء أيضا، وكلنا نعيش تمثلات الدين الآن في حياتنا. وأنا عشت في العراق هذا الجحيم اللي الحمد لله في السنوات الأربع الأخيرة خرجنا من الكثير منه، هذا الجحيم اللي عشناه أيام الحرب الطائفية اللي كنا في بعض الأيام نخرج ببغداد ونرى عشرات الجثث في بغداد مرمية كلها تسجل ضد مجهول. هذا كل القتل كان باسم الدين، وكان في الواقع تعبير أيضا عن شكل من أشكال التدين. من يقول إن هذه مؤامرات أو غير ذلك، أنا لا أذهب إلى هذا التفسير، ربما يستثمر الأعداء ذلك، لكن هناك ثقافة دينية، هذه الثقافة الدينية تحول هؤلاء الشباب الحالمين بعالم أجمل لأن يتحولوا إلى متفجرات يدمرون بها حياة الناس. فكما أن الدين عامل أساسي في النهضة هو عامل أساسي في تخريب النهضة وتدمير الحياة. مصطلح الدين حقيقة يكتنف الكثير من الالتباس والغموض استعمالاته، وحتى مصطلح الإسلام يكتنف الكثير من الالتباس والغموض. يقال فلان ضد الإسلام، البلد الفلاني أو الدولة الفلانية ضد الدين. هذه الكلمة كلمة فيها ضبابية وغموض. أنا أميز بين عدة مستويات في استعمالات الدين. مرة نستعمل الدين بمستوى أول فنقصد بذلك النص المقدس. في الإسلام النص المقدس هو القرآن، وهناك اختلاف بين المسلمين حول السنة الشريفة. عند الشيعة سنة أهل البيت، وعند السنة سنة النبي، وهناك اختلافات في حدود السنة
وفي حاكميتها على القرآن. منهم من يقول إن السنة حتى خبر الواحد يمكن أن يقيد ما هو مطلق قرآني أو يخصص ما هو عموم في القرآن، ومنهم من يذهب إلى حاكمية القرآن وكل ما خالف كتاب الله فهو زخرف. فالدين بالمستوى الأول أحيانا يطلق ويراد به النص المقدس، وقد يطلق الدين بمستوى ثاني ويراد به تفسيرات وتأويلات النص المقدس اللي تتمثلت بالعلوم والمعارف اللي أنتجت في الحضارة الإسلامية، يعني التفسير وعلومه، الفقه وأصول الفقه، علم الكلام، علوم الحديث، التصوف، العرفان، حتى الفلسفة. فلسفة المسلمين تأثرت بالنص المقدس، ولذلك بعض الباحثين الخبراء في الفلسفة لا يذهبون إلى مصطلح فلسفة إسلامية، وإنما يقولون فلسفة مسلمين، لأنه أساساً الفلسفة لا هوية محلية لها ولا دينية من جهة، وثانياً أن بعض الفلاسفة المسلمين عندما يذهب به البرهان إلى مديات تتجاوز الاعتقاد أو فيها بشكل مباشر تضاد مع نص قرآني واضح يقف عند هذه الحقيقة. ومن أمثلة ذلك المعاد الجسماني مثلا، جماعة من الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعاد روحاني، لكن آخرين لا، تمسكوا بالآيات القرآنية فقالوا مع ذلك المعاد معاد جسماني، مع أنه الدليل بالمعنى الفلسفي لم يساعدهم في الوصول إلى هذه النتيجة. فكل هالسلة من المعارف والعلوم التي أنتجت في فضاء الحضارة الإسلامية، حتى الفنون والآداب، تأثرت بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالنص المقدس. وأحيانا يطلق الدين بمعنى تمثلات الدين وتجسيده وتعبيراته في حياة الفرد والمجتمع، يعني نقول دين ونعني به ما أنتجه المسلمون في التاريخ، يدخل في هذا كل تجاربهم، تجارب النجاح وتجارب الفشل أيضا، تدخل في انتصاراتهم وهزائمهم، تدخل في الواقع السلم في حياتهم والحروب، العنف والسلام، وحتى تدخل به أيضا ما ظهر من تعبيرات الفنون والجمال في أنماط العمارة والأزياء ومختلف الأشكال الفنية التي ظهرت. فإذن في ثلاث مستويات، المستوى الثاني والثالث وربما حتى المستوى الأول يعبر عنه بعض المفكرين بالتراث، كما استمعتم قبل قليل لحديث الصديق الدكتور حنفي. هذه المستويات الثلاثة، ولذلك أقول إننا عندما نستعمل مصطلح إسلام أو مصطلح دين، هذا المصطلح فيه كثير من الالتباس. الشيء الآخر اللي أريد أشير لك مقدمة أيضا، أنه آيات الأحكام في القرآن، يعني عندما ترجعون الآن إلى جوجل مثلا في كتب تتحدث في علوم القرآن عن هذا الموضوع، تجدون أن مجموع آيات الأحكام، الآيات اللي فيها تشريعات، بعضهم قال 200 آية، بعضهم قال 150 آية، وشفت أنا أكثر رقم ينتهي إلى 700 آية تقريبا، بعضهم يقول 500 آية. مجموع آيات القرآن الكريم 6348 آية، هذا بدون البسملة،
أما إذا ضمينا البسملة، إحنا عندنا 113 سورة في القرآن بدأت بالبسملة. سورة النمل لم تبدأ، سورة براءة لم تبدأ بالبسملة، لكن تكررت في سورة النمل البسملة مرتين، في بداية السورة وفي داخل السورة. فالمجموع أيضا في 114 مرة ذكرت البسملة في القرآن. وطبعا يذهب جمهور من العلماء والمفسرين إلى أن البسملة هي جزء من القرآن وجزء من السورة، وهذا الرأي معروف عند الشيعة مثلا، وحتى عند غير الشيعة من المفسرين وعلماء علوم القرآن. وبالتالي راح يكون عندنا إذا ضمينا البسملة 6462 آية في القرآن. يعني كم تشكل 150 آية أو 200 آية أو 500 آية من هذا العدد؟ لا تشكل بالنسبة المئوية إلا يجوز 10 إلى 15%. أنا ما حاسب النسبة بشكل دقيق حقيقة. لاحظوا أن الإسلام بشكل تدريجي تم اختزاله بالفقه. فعندما يقال هذا متدين أو غير متدين، يعني هذا معبر في سلوكه عن المدونة الفقهية أو غير معبر. بأضرب مثال لهذا، أنا أعرف، لا أعرف، بس بنحو العلم الإجمالي كما يقول الأصوليون، أعلم علما إجماليا أن بعض السيدات الموجودات الآن معنا يلتزمن بالعبادات بشكل حرفي، يصلين يصومن منضبطات في كل شيء وفقا لترسيمة الفقهاء، لكن مو محجبات بالمعنى، بمعنى الحجاب، ما مغطيات شعرهن. هذا يعتبر بالتصنيف الفقهي متدين أو غير متدين؟ هذا غير متدين، هذا فاسق بالمصطلح الفقهي، هذا فاسق. ليش هذا فاسق؟ طبعا أنا ناقل الكفر ليس بكافر. أنا في الواقع أستعمل مصطلحات المتكلمين والفقهاء يعني، وأنا رجل تخصصي هذا أساسا، صرفت حدود 40 سنة من عمري في هذا المجال. هذا فاسق لأنه من السئلة تقول له أي آية في القرآن قالت إن هذا فاسق؟ يقول لك قال الفقهاء، صحيح، في مدونات الفقه الرأي المشهور عند الفقهاء هو وجوب غطاء الرأس في غطاء الرأس في الحجاب باعتباره جزء من الحجاب. فإذا تم اختزال الإسلام بشكل تدريجي في الفقه، بل أن هذا الكم الكبير من الآيات اللي يشكل آيات الأحكام جزء محدود من عنده، هذا في معتقدات، في قيم روحية، في قيم أخلاقية، في قيم جمالية. والدين لو جردت من المعتقدات والقيم الأخلاقية والقيم الروحية والقيم الجمالية، وأكد على القيم الجمالية اللي هو تعرفون موقف الفقه في معظمه، وأنا دارس للفقه، في معظمه موقف مناهض للجمال وللتعبيرات الفنية. احنا عندنا مشكلة بالفقه انه الى حد قريب كان فقهاء في السعودية يفتون بعدم جواز التصوير الفوتوغرافي للمرأة، وما كان ايضا في وثائق النساء ما كان صور اساسا، لان التصوير الفوتوغرافي محرم، فضلا عن التعبيرات الفنون الجميلة المختلفة الاخرى. والمسألة إذا وصلت إلى التعبيرات الجسد أو الموسيقى أو الغناء تصبح طامة كبرى. فإذا لاحظوا تم اختزال كل شيء بالفقه وربطه بالفقه، حتى القيم الأخلاقية في الإسلام أصبحت في الواقع منطقها منطق فقهي. يعني بمعنى أنه دائما يبحث عن أن هذه المسألة حلال أو حرام نستفتي فيها. أنا أعرف ناس ارتكبوا خيانة، خلي أسميها وطنية. السبب شنو؟ أحدهم ناقشته، كان يعني
يسرق الأموال، يسرق الأموال العامة. قلت له ليش أنت تفعل هذا؟ لأن هذا يدمر اقتصاد البلد، وحقيقة هذه جناية على الأمة وخيانة للوطن. قال أنا استفتيت الفقيه الفلاني فأفتاني بالجواز. لاحظ هذا من بداهات العقل الأخلاقي أو العقل العملي، أنه السرقة، الخيانة، الكذب يحكم فيها العقل العملي أنها كلها أمور قبيحة. لكن المشكلة أيضا اللي ابتلينا بها في وقت مبكر في علم الكلام، أنه القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، وهذا الذي أنهى العقل العملي والعقل الأخلاقي في الإسلام. وبعد ذلك ذابت الأخلاق في المدونة الفقهية، فأصبح كل فعل يوصف بأن جائز أخلاقي حتى لو كان ضد الكرامة البشرية وضد مصالح المجتمع، وأي فعل يوصف بالمحرم لا أخلاقي حتى لو كان هذا الفعل فعل أحيانا واجب أخلاقيا. فإذا تمت مصادرة الجزء الكبير من الإسلام بالمستوى الأول اللي هو إسلام النص المقدس بسبب في الواقع هيمنة الفقه، وفي مجموعة من العوامل التاريخية اللي ساهمت في أن يختزل الفقه الإسلام كله في مدونته. ولذلك تجدون أنه أحيانا، هذه تجربتي الشخصية أتحدث عنها، أنت تتعامل مع شخص غير متدين لكن متحضر، عنده ذوق، عنده أخلاق، أريح لك من التعامل مع متدين متفقه. ليش؟ لأنه هذا عنده ترسيمة، هذه الترسيمة يعتمدها في الحلال والحرام، وعلى أساسها هو يتعامل وياك بقطع النظر عن أن يكون هذا الفعل أخلاقي أو لا أخلاق. أنا متعرض شخصيا إلى خيانات وغدر من متدينين بتعبير الفقهاء عدول، وأصلي وراهم جماعة. طبعا في آخر أيضا تم اختزاله، وهذا ساهمت به الجماعات الدينية مع الأسف في أدبياتها، تم اختزال الشريعة بالفقه. يعني مصطلح شريعة تاريخيا في دلالته القرآنية أو في دلالته المستعملة أيضا في التراث المتكلمين والتراث المتقدم والأصولين كان أشمل من الفقه. ولذلك الآية القرآنية تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخره. فإذا الشريعة أيضا تم اختزالها بالدين، ولذلك الآن عندما يقال الشريعة تنصرف إلى الفقه لا لشيء آخر، بينما كانت الشريعة أشمل تتسع لما موجود في النص المقدس، يعني من معتقدات وقيم وأخلاق. الفهم اللي أقدمه أنا للدين، أنا أفهم الدين بوصف حاجة وجودية، وسأشير إلى ذلك في هذه الورقة. يعني بمعنى، هل قد يتبادر إلى هذا، شنو معنى حاجة وجودية؟ حاجة وجودية الفكرة اللي أقدمها أنه أنا أفترض أن الدين يحتاجه الكائن في كينونته في وجوده. قد يقال أن هذا دين فردي أو اجتماعي، لا شك أن آثاره تظهر على السلوك الفردي والحياة الفردية والحياة الاجتماعية أيضا. أنا لا أتحدث عن تمثلات، عن مرحلة أسبق. لهذا بقي دقيقة واحدة دكتور، للأسف يعني لم أصل إلى الورقة. على كل حال يعني يبدو استغرقنا في المقدمات وأصبحت المقدمات أوسع في المناقشة إن شاء الله أيضا في مجال. طبعا يعني أنا يعني الفرضية اللي أقدمها هنا خلي على الأقل أكفي هذا، شنو بمعنى أتعامل مع الدين بوصف حاجة وجودية. لو استعرنا مصطلحات الفلاسفة، وأكيد البعض مطلعين
يصنفون الكائن البشري بأنه ممكن وليس واجب، واجب الوجود ممكن الوجود، بمعنى هو ما يتساوى وجوده وعدمه ويتوقف وجوده على علة بتعبيره. في مصطلح أيضا في الفلسفة الصدرائية، الإمكان الفقري، يعني أي أن هذا الوجود هو فقر محض. طبعا أنا أتحدث بالمعنى الأنطولوجي في الواقع، لا يتبادر إلى الذهن أنا أستخف بالإنسان أو كرامته أو مكانته. شنو يعني فقير هو فقر محض؟ بمعنى أن الإنسان دائما بحاجة أن يوسع وجوده، يمتد هذا الوجود، يمتد هذا الوجود، هو يمدده بأشكال مختلفة. مهمة الدين هنا يعبر عن هذا تمديد هذا الوجود بالفنون، بكل تعبيرات حياته، يعني بناء صلات في الحياة مع الأشياء ومع الأشخاص ومع العالم. الفكرة اللي أقدمها، أنا أعتقد أن الدين هو اللي يمثل الصلة الوجودية الوحيدة، لأنه أنت تصل بفيض الوجود، مصدر الوجود. يعني بتعبير آخر، لو أردت أمثل مثال مبسط، أنه هذا المصباح المضيء يستمد الضوء من مصدر للطاقة، هذا مصدر الطاقة هو المولد أو المحطة الكهربائية. باللحظة اللي تنقطع هذه الصلة ينطفئ المصباح. طبعا في كتابي القادم سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل، وتحدثت عنه أيضا في كتاب السابق اللي هو الدين والظمأ الأنطولوجي. شكرا للأستاذ، بارك الله فيك، شكرا لكم جميعا. دكتور عبد الجبار، يعني هي ملاحظة سريعة الحقيقة، القصة التي تقول أن محي الدين ابن عربي التقى بابن رشد، وأنه دار بينهما حوار بين سيد العرفان وسيد البرهان، بين ابن رشد الذي يمثل قمة الفلسفة الإسلامية البرهانية، وبين محي الدين ابن عربي الشيخ الأكبر شيخ العارفين. الحقيقة بأن محاولة طرح مشروع نهضوي يمزج أو أنه يضع بالاعتبار البعد العرفاني للإسلام هي قضية أعتقد الدكتور عبد الجبار قد أولاها يعني أهمية خاصة. فليس المطلوب هو الخروج والتحرر من الخطاب الديني جملة وتفصيلا، إنما المطلوب هو أخذ تلك الجوانب الروحية العميقة وبذات الوقت صياغة مشروع عقلي ونهضوي في ذات الوقت. وبالمناسبة تعليقا على موضوع الحجاب، يعني والدكتور طبعا وضح أيضا، الفقهاء يقولوا الذي يحلق لحيته هو فاسق كذلك، يعني هون يمكن فقط الدكتور قنديل الوحيد اللي مش فاسق بناتنا في هذه الحالة، يعني أنا يعني شوي ربع فاسق في الحالة يعني. على جميع الأحوال الآن أنا عندي الحقيقة طلب من الدكتور محمد شحرور، هو يود أن يكون آخر المتحدثين، والدكتور قنديل وفق الترتيب الرسمي للجلسة هو آخر المتحدثين، وأنا أود يعني أن أستأذن الدكتور قنديل إن شاء، يعني إن سمح، إن لم يسمح ما لست أدري، فإذا أنت يعني نستأذنك أن يكون الدكتور شحرور في النهاية، فإذا وافقت فبها ونعمت، ولم توافق ما رأيك؟ لا بأس. طيب بارك الله فيك يعني دكتور يونس، أنا يعني توقعت ذلك وأشكرك على يعني على هذا السبب. طيب الدكتور محمد شحرور يعني هو كاتب الحقيقة، هو مهندس، يذكرنا بمالك بن نبي، عفوا أنت نعم وبالتالي دكتور يونس، دكتور يونس قنديل بدأ من اللغة ثم ذهب إلى الاجتماع ثم أخيرا استقر في رحم الدراسات الدينية، وهذه الرحلة بحد ذاتها هي رحلة تستحق أن نتوقف عندها. أنا أعتقد أن الدراسات الإسلامية لو بدأت بهذه البداية التي بدأها الدكتور قنديل من اللغة إلى الاجتماع ومن الاجتماع إلى الدراسات الإنسانية،
أن حالنا في الدراسات وفي كليات الشريعة سيختلف اختلافا كبيرا وجذريا. هذه التجربة نستمع للدكتور قنديل أيضا في ذات الهم وفي ذات الموضوع، مقاربات حول الدين والنهضة، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك دكتور. تفضل. تمام، شكرا. السلام عليكم، أسعد الله ومساءكم جميعا. شكرا للأخوة الداعين لهذا المؤتمر، شكرا للحضور، شكرا لأساتذة الكرام. اختصارا للوقت، يعني سأحاول أن أتعرض للطريقة التي تعاملنا فيها كعرب وكمسلمين في الفترة الماضية مع فكرة النهضة وما تمخض عنها من مشروعات أخرى، وسأحاول أن أوضح بشكل مقتضب للآلية التي تم تحوير الدين أو الأطروحات الدينية فيها لكي تصبح عبئاً وسبب من أسباب العطلة التاريخية التي يتعرض لها العرب والمسلمون. فيما يتعلق بفكرة النهضة، أنا أتوقع أن مشاريع النهضة، أنه ليست هناك مشاريع نهضة عربية، بمعنى أنها لم تتحقق ولم تنجز. كل ما أنجزه العرب هو صراع مرير مع التراث ومع ما فرض عليهم من ثنائية الأنا والآخر، ولذلك دار الصراع بين التاريخ والجغرافيا، وانتصر التاريخ على الجغرافيا، بمعنى أن العرب لم يحسموا موقعهم من الذاكرة التي سكنت في حاضرهم بشكل نابع من تفاوض معرفي وسياسي ينتج عنه قرارات وإجماعات وتوافقات مجتمعية كلية تؤسس لعقد سياسي جديد، وإنما بقينا وما زلنا ووقعنا في مطبات كثيرة نتناقش حول حضور هذا التراث وحول حضور الآخر في واقعنا، وبقينا نتعارك حول هذه الثنائية. فكرة النهضة أنا أعتقد أنها فكرة ليست جذابة لأغلب المتساكنين في الاجتماع العربي. هذا يعني نحن الآن في مؤتمر، وأنا يعني نوعا ما يعني مندهش من نسبة الحضور الشاب في هذا المؤتمر على غير العادة، ولم نتعرض لسؤال واحد من قبل شاب يصغر عمره 30 عام. ماذا يعني هذا؟ أن ما نقدمه لهم في الحديث عن النهضة هو كلام مكرور وليس له أي قيمة في أو فعلية في واقعهم الحالي، وأنهم لا يستطيعون أن يلتحموا مع ما يتم طرحه من أطروحات تحاول أن يعني أن تستدرك على ذاتها ما فاتها من طرحه في خلال مشاريع النهضة الفاشلة، ولذلك يعني تقدمه أمام شباب هو غير مشدود أصلا لهذا الإخفاق العربي الكبير، وربما غير مشدود لهذا الماضي، وليس مسكونا بهاجس حل مشكلته مع التراث، وإنما يعارك في واقع يحاول أن يديره ويدبره لكي يستشرف مستقبلا يمتلك زمام المبادرة في الفاعلية التاريخية أمامه. ماذا يعني ذلك؟ بأثر رجعي يحاول أن نسقط ذلك على أين وقع الخلل في كيفية تعاملنا مع فكرة النهضة. فكرة النهضة كفكرة عمومية تلقفها كل العرب وكل المسلمين على كافة أطيافهم، وحاولوا أن يترجموها بأطروحات مختلفة. فكرة النهضة تعني بالنسبة للعرب في كبارادايم كبير لفهم التاريخ والزمن التاريخي أنهم يعيشون لحظة فوات حضاري كبيرة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن العرب والمسلمين، يعني عندما تحدث العرب يعني تحدث عن الساكنين في هذه المنطقة يعني سكان لحاضنة حضارية كبيرة، وعوا هذه اللحظة التاريخية الفارقة، وهي تتمثل فيما يلي: أن تصورهم عن ذاتهم المركوز في ذاكرتهم التاريخية عن مجدهم وعن امتيازهم التاريخي غير متطابق مع الواقع، وهذا يشترك فيه الاشتراكي مع اليساري مع الشيوعي مع الإسلامي. اللحظة الأخرى هي لحظة متعلقة بالجغرافيا الحضارية والثقافية، أن هناك نوع من التمايز والتأخر عما استطاع غيرنا أن يتقدم نحوه. هاتان هي هما الميزتان الأساسيتان التي يعني كانت المشترك الأكبر بين معظم المتداخلين فكريا مع فكرة النهضة. فكرة النهضة عندما أريد لها أن يتم تطبيعها في الاجتماع السياسي في الواقع العربي، تم
تطويرها في المشاريع السياسية والإيديولوجيات العربية في القرن الماضي إلى عدة صيغ. عندما تطورت النهضة في أطروحتها في المجال الاشتراكي الشيوعي اليساري، تم تطويرها إلى فكرة البعث. فكرة البعث هي مشتقة من فكرة النهضة. النهضة تبحث عن حركية ما لهذه الأمة التي انتابها السبات وانتابها السكون، وتريد أن تتحرك وتنبعث من جديد. والدلالة الرمزية والحمولة المفاهيمية التي تحمل على هذا المفهوم كبيرة جدا، ممكن يعني أن نأخذ وقت كثير في تحليلها، ولكن يعني نختصر. في المجال القومي تم يعني تحوير فكرة النهضة وصبها في قوالب متعلقة بالثورة وما يؤول إلى الثورة وإلى التحويل الاجتماعي، وحركية فكرة الثورة كحركة غير منضبطة بمقاييس نابع من الفكر القومي العربي، أقل تنظيرا وأكثر واقعية سياسية، لأنه تم تبني من قبل يعني جمهوريات عسكرية ومن قيم بنى سلطوية موجودة أصلا في الاجتماع، ولذلك ليس هناك تنظير كبير في الواقع العربي حول فكرة الثورة. ربما يكون الامتداد الشيوعي لفكرة البعث أكثر عمقا، لأنه تم استيراد كل ما تم طرحه في التنظير الشيوعي والرأس الماركسي نحو الفضاء العربي، وهو أسبق على الفكرة القومية حتى. بالنسبة الآن أمام هذا التمدد الذي تم تحوير فكرة الدين وترجمة حضوره في الاجتماع، تم ترجمته في فكرة الصحوة، وهي كذلك فكريا ومفاهيميا إحدى مشتقات النهضة. في الطرف الآخر التيار الليبرالي بحث عن فكرة تكون جامعة، فاهتدى يعني هناك يمكن تتبع مسار التطورات المفاهيمية فكرة التنوير وفكرة التنمية. هذه أربع مظلات كبرى جمعت المسارات التفكيرية التي خاضها العرب في التفاعل مع فكرة النهضة. أنا أريد أن أركز على فكرة محددة. أنا أعتقد أن الذي انتصر بين هذه الأطروحات كلها هي فكرة الصحوة. لماذا؟ العرب كائنات دينية، نحن نؤمن بالمقدس أكثر مما يتطلبه المقدس منا، والحركة الإسلامية الصحوية الإحيائية كانت على درجة عالية من الذكاء، بحيث أنها استطاعت أن تستوعب آليات التغيير الاجتماعي والسياسي بشكل أدق وأكثر فاعلية من خصومها. ما الذي حدث بالضبط؟ الفكرة الأولى أن طبيعة التفكير الأيديولوجي الديني الذي فرضته الحركة الإسلامية على الدين وعلى الاجتماع العربي قام بفعالية بتحويل الدين إلى أيديولوجيا. ما الذي فعله بالضبط؟ أولا، من أهم صفات التفكير الأيديولوجي أن تصنع المأزق والمضيق التاريخي وأن تقدم الحل، شريطة أن تصنع المأزق مفصلا حسب الحل الذي تستطنيه مسبقا. ما الذي حدث للعرب؟ العرب جاءهم الخطاب الديني وقال لهم أنتم قوم بعيدون عن الله، ينقصكم الدين، والدين هو النهضة، والدين يملك خارطة الطريق لحل كافة مشاكلكم، وعليكم أن تلتزموا بالدين. وقامت هناك حركة استرداد جماعي للأمة الإسلامية لكي تعود إلى دينها. سبق حركة تكفير وحركة إخراج من الدين، فقام الإسلام السياسي الصحوي بفعل التجسير، واستطاع أن يحدث هذه الأزمة الضمرية لدى الأمة وأن يقدم نفسه كقنطرة العودة إلى الله. هذا أولا. الفكرة الثانية أن الفكر الأيديولوجي حتى يستطيع أن يتحكم في الإنسان عليه أن يخدم ويشغل عقل الإنسان وطاقاته الكامنة الذهنية والوعيوية لكي تشحذ وتتوجه لمحاربة غرائزه وذاته ومشتهياته ورغائبه ومقاصده. هذا ما قام العقل الديني الأيديولوجي بالفعل من خلال اختراق العقل العربي العمومي والشعبوي، وإزاحة الثقافة الشعبية والدين الشعبي المتراكم الذي يختزن الأصول الكبرى للثقافة الدينية التي هي كان يمكن لها أن تكون رافعة كبيرة في توجيه الاجتماع العربي والسياسي نحو التقدم. الفكرة الأخرى، التفكير الأيديولوجي اتكى على ما وصفه أساتذتنا من عطب كبير في العقل الفقهي الذي يتصور أن القيمة ثابتة لأن المثل الأعلى الذي يمثلها هو الله ثابت، وأن النص ثابت، وأن الوقائع ثابتة، ولذلك فالمخرج الأساسي أن الأحكام على الوقائع وتفاعلاتها مع هذه النصوص المعيارية أو مع الأحكام الشرعية ينتج أحكاما شرعية ثابتا في الضرورة. فتكلس العقل العربي لأنه غير قادر على الحركة
لأنه لا تستطيع أن تخرج دينامية تفاعل مع التاريخ ومع الواقع وأنت تعتقد بأن هناك منظومة ناجزة في كل المسارات الحياتية يمكن إسقاطها فقط من خلال التخير بين مختارات ضيقة جدا. هذا ما قام العقل الأيديولوجي بتضييقه بشكل أكبر، لأنه ربط المتغيرات بمصالحه الذاتية كجماعة فاعلة من المسلمين تنوب عن المسلمين، وهذا هو إنابة عن الفقيه الذي يقوم بالوصاية عن الناس نيابة عن الله. المشكلة على الصعيد العقدي تطرق لها أساتذتنا، لا أريد أن يعني أفصل فيها كثيرا. ما نعتبره نحن كمسلمين أصولا وأركانا للعقيدة الإسلامية هي ليست أصول وأركان. للأسف الشديد العقيدة الإسلامية التي يتم تدريسها في الجامعات وفي الكتب وعلى المنابر لا تحتوي أي منظم ريجوليتر لما يتعلق بعلاقة الإنسان بالإنسان، وإنما هي منظمات لعلاقة الإنسان بالغيب، وهذه المنظمات لا يمكن التفاعل معها بالعقل ولا يمكن إثباتها أو نفيها، وتبقى في المجال الروحاني، وتحول هذا المجال الروحاني في التواصل مع ما هو غيبي إلى صلب التنظير السياسي الذي يجب أن يكون مرتكزا على قيم مشتقة من القيم الروحية. فوقعنا في مشكلة أن أوقعنا فيها سيد قطب بشكل معمق أكثر، أنه نقل الميتافيزيقا إلى السياسي، فنتجت لدينا الحاكمية. العقل الديني يجب عليه أن إذا كان مؤمنا بإله يمثل مثلا عليا بالنسبة له، عليه أن يقوم بالتوسط من خلال التفاوض الجمعي على القيم الحاكمة للنموذج الثقافي الذي يختاره، ويشترك فيها جميع المواطنين بناء على المشاركة الفاعلة المتساوية والندية فيها، كلمة سواء لكل المشاركين. العقل الأيديولوجي الصحوي بت وأقر بأن السياسة هي فعل ميتافيزيقي، بمعنى أن الذي يحكم هو الله مباشرة، وأن الإنسان لا يملك إلا أن يكون نائبا عنه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. التوحيد حسب ما أرى، وممكن التفصيل ذلك فيما بعد، هو مبدأ أخلاقي بامتياز، يعني هو مبدأ يتوسط فيه الإيمان بالمقدس بين الإنسان والإنسان، فيصبح الله قنطرة يتوسط بوجهه وكافة الهيبة التي تستحضرها صفاته العلية والكاملة لكي يقول للإنسان إذا أردت أن تقترب مني عليك أن تقترب من الإنسان الآخر. إذا قلبنا هذه المعادلة ووضعناها أرضية للتفكير الديني ممكن أن نصل إلى معادلة في الأنسنة توصلنا إلى ترجمات أخرى تجعل التوحيد بين البشر قيمة دينية، وتجعل التوحيد الحرية كقيمة إيمانية أساسية متعلقة بموقف الإنسان من الإنسان، وتوحيد التكريم وتوحيد المسؤولية تجاه الإنسان الآخر وتجاه الذات، وتساعدنا فيما بعد للتفرقة بين الفضاء العام والفضاء الخاص وما إلى ذلك ما يترتب على ذلك من الجسم. في مشكلة كبيرة جدا، لماذا انتصر العقل الصحوي؟ يتعلق باستغلاله لفكرة للأسف هي نتاج التراجع التاريخي الذي وقعنا فيه، أن العقل الجمعي العربي تحول إلى عقل أداتي، بمعنى أنه ضمر وانكمش إلى أنه أصبح فقط عقل يفكر في كيفية تفعيل النشاط المادي الجسماني لذاته في الواقع من خلال الحركة، وهذا على فكرة تعكس فكرة النهضة وتعكس فكرة البعث وتعكس فكرة الصحوة وتعكس فكرة التنوير ربما أقل شوي، لأن التنوير فيها استدماج لفكرة الوعي وضرورة الاشتغال على الإنسان تغيير مما هو داخل نحو الخارج بعيدا عن الضوابط الأيديولوجية. ومع ذلك التنوير وقع كذلك في مطبات أيديولوجية أخرى ربما نتحدث عنها فيما بعد. فكرة مشكلة الفاعلية أن العقل الأداتي لدى المسلم حوله إلى كائن طاعوي، بمعنى أنه فكرة العبادات التي وظفها التفكير الديني، خلصت وقت؟ انا اسف، انا مضطر احكي بسرعه عشان احاول ابطئ شوي، يعني انا مضطر الحديث بسرعه، الكلام يعني طويل جدا ولكن احاول ان اكثف مره اخرى احاول باختصار. معروف يعني لدينا احنا يعني الدارسين العلوم الاجتماعيه والثقافيه ان الاقتصاد هو الشكل الاكثر كثافه للفعل السياسي وللتفكير السياسي، وان السياسه هي الشكل الاكثر كثافه للفعل الاخلاقي، بما ان الاخلاق هي توسط بين القيمه والحكم، جيد، وان الاخلاق هي الفعل الاكثر تكثيفا او القيم الاكثر تكثيفا للمثل العليا.
مشكلتنا مع الإسلام الصحوي أنه لغى كل هذه البنية التي هي ركيزة في الاجتماع تعكس طبيعة البنية الإنسانية أنثروبولوجيا. الإنسان مكون إنه الواقعي أولا، ويحتكم في الحكم والترجيح على الواقعي بناء على ما يميز الإنسان على الآخرين مما موجود عنده من ملكات تتعلق بالعقل واللغة والتواصل والقدرة على التجاوز في المخيال والإبداع. فالإنسان كائن عبقري لا يستطيع أن يتعامل مع الواقع بناء على أن هذا الواقع لا يمارس فيه كينونته. الإسلام السياسي الصحوي جاء وقال لنا هناك منظومة ناجزة، والدين هو ليس القدرة على التسامي نحو المطلق ثم العودة به من خلال الإنسان الذي ينتج أحكامه، وإنما هو العكس. الله لديه أحكام عليك أن تثبتها. لا يمكن في تطوير مجتمعات مدنية، لا يمكن تطوير فعل ديمقراطي، لا يمكن تطوير تفاوض سياسي، وسيصبح الاجتماع هو عبارة عن مفرزة ومفرخة للاحتقان الاجتماعي الدائم، لأن الناس لن يكونوا قادرين على التواصل فيما بينهم لحل مشاكلهم بتراتيب قائمة على التواصل اللغوي الذي لا يلجأ إلى العنف سواء اللفظي أو المعنوي أو الإكراهات التي نتعرض لها جميعنا في اجتماعنا. كلما حاولت أن تناقش فكرة تحاول أن تجبرك على ذاتها وعلى تبنيها بالإكراه دون أن تقدم لك ما يكفي لحملك عليها بالحجج. الفكر الصحوي فهم الاجتماع بشكل أذكى بكثير من الخطابات الأخرى التي حاولت أن تترجم فكرة النهضة. فهم مداخيل التحكم بالشعب، ولذلك طور خطابا شعبويا قادرا على تأجيج المشاعر، استطاع أن يحقق امتدادا مع الذاكرة التاريخية للمسلمين، وكان أذكى بكثير من الخطابات التي وقفت أمام المسلمين وتنكرت لتعمق وتجذر الحس الديني في المسلمين. المسلمون ومن حقهم ذلك عليهم، أو من حقهم أن يركنوا في التأسيس لثقافتهم إلى الحس الثقافي والذاكرة الثقافية الكبرى كما كل الثقافات. الفكرة التي تم طرحها من المناوئين الإسلاميين على أن هذه الأمة عليها أن تحدث قطيعة وأن تتجاوز الدين، تحدث قطيعة معه وأن تذهب باتجاه الجغرافيا سواء كانت شمالية أو جنوبية أو باتجاه آخر، محدثة خارطة ثقافية جديدة، هذول لا يفهمون بالاجتماع للأسف الشديد. لا يمكن لثقافة أن تتجاوز ذاتها إلا من خلال تفاعل مع ذاتها بالتجاوز الذاتي، ولا يمكن إحداث فعل تغيير ثقافي داخل ثقافة من خلال تكرار تجربة ثقافية أخرى، ولا يمكن لإرث ثقافي أن يغير إرثا ثقافيا آخر. هناك علاقات تلاقح تواصل، ولكن العقل الكلي للثقافة الإسلامية هو عقل فعال وقادر على أن ينتج ثقافة أكثر حيوية من الثقافات الأخرى بالتناوب، ويستفيد منها ويتعلم منها ويعلمها. دقيقة واحدة. بارك جيد. الله فيك. فالحديث عن آليات القطيعة والاسترداد يلقي باللائم كذلك وعقل فعال وقادر فهم طبيعة على أن ينتج ثقافة أكثر حيوية من الثقافات الأخرى بالتناوب ويستفيد منها ويتعلم منها ويعلمها. دقيقة واحدة. دائما إحدى المولدات الكبرى للقيم. الحديث عن آليات القطيعة والاسترداد يلقي باللائم كذلك وعقل فعال وقادر فهم طبيعة على أن ينتج ثقافة أكثر حيوية العربي تم عبر التجربة الإسلامية التي كانت تجربة فيها الكثير من الإيجابيات وفيها الكثير من السلبيات، علينا نتعاطى معها كمنتج تاريخي، وعلينا نعود إلى أصولها الكلية التي هي بالأساس أصول تبعث على النهضة وتحفز الإنسان وتعترف به وتضع الإنسان ليس في علاقة ندية مع الله، وإنما تضعه في دائرة الاكتراث الأولي للحب الإلهي وللرحمة الإلهية وللعطف الإلهي. فلذلك الإنسان، الكون، الوجود، الثقافات، نحن المشروع الإلهي الأول الذي يملك بذاته السلطة الوحيدة والوصاية الوحيدة. نحن نملك الوصاية على إنجاح هذا المشروع أو لا. إحالة هذا المشروع على الإله كما يفعل الإسلام السياسي هو سقطة كبيرة جدا تؤدي إلى عطلتنا ولن تؤدي بنا إلى النهضة. وإحالة المشروع هذا على أناس آخرين يقومون به نيابة عنه هو استقالة إنسانية لا تليق بأن نعرف أنفسنا ككائنات إنسانية، وهو شرط
لحصولنا على درجة الاشتراك بالندية مع الآخرين في موقع الإنسانية وفي موقع صناعة هذا العالم مليء بالمحبة، مليء بالسلام، مليء بالتقدم، مليء بالتجاوز للأخطاء التي جبلنا كذلك على فعلها. ويجب أن نطور ما يكفي من آليات التواصل السياسي والإنسان الأخلاقي لكي نتجاوزها من خلال اعترافنا بضعفنا وبحاجتنا لبعضنا البعض. شكرا لكم وأتمنى لكم بارك الله مطلع. فيك يعني عندي تعليق بسيط. طبعا شكرا الدكتور يونس قنديل، يعني كان لازم نعطي الشباب أقل من الأساتذة الكبار من الوقت، لأنه قال في نفس الوقت ضعف ما يريد أن ما قاله الأساتذة الكبار، كثافة الكلام وسرعة الكلام. وبالتالي الأخوة الأستاذ زيد عيادات الأخوة في المرات القادمة حسب العمر، الدقائق توزع بحسب العمر. أنت 20 دقيقة، 15 دقيقة. طيب الشيء الطريف في الحقيقة، تفضل دكتور زيد. يونس هو ذنون، يعني إحنا بالتراث الديني الذي لبث ومكث في بطن الحوت. لست أدري هل أخرجنا الدكتور يونس قنديل من بطن الحوت، وقنديل أيضا من المخلوقات البحرية بالمناسبة، يعني ما زلنا في المحيطات. تعليق سريع الحقيقة، الدين هل هو طريق النهضة أم هو سبب التراجع الحضاري؟ أنا أعتقد أن كل من هاتين الفرضيتين يعيش الأزمة ذاتها. إذا جعلنا الدين هو سبب وهو الطريق الوحيد للتقدم والحضارة فهي مشكلة، وإذا جعلنا الدين هو سبب التراجع والأزمة الحضارية. الإجابة بسيطة، الهند الآن الهندوسية ديانة بسيطة جدا، ومع ذلك الهند بلد عنده أقمار اصطناعية وبلد نووي. اليابان الديانة الشنتوية ديانة جدا بسيطة، الديانة الشنتو، ومع ذلك اليابان هي من هي. الميكادو سليل آلهة الشمس بعد الحرب العالمية الثانية، إصلاح وتغيير بالفكر السياسي أدى إلى أن يبقى الميكادو الإمبراطور بعيدا عن الشأن السياسي، رمزا دينيا محترما. الشعوب هي التي تنهض بمنظومتها الدينية. المجتمع الأوروبي هو الذي حمل الكنيسة، هو الذي رفع المؤسسة الدينية، وليس الدين هو الذي يؤسس. الإسلام لم ينجح في مكة ولكنه نجح في المدينة. المجتمع والقوى الفاعلة في المجتمع هي التي تؤسس، وليس الدين كفكرة نظرية أو ميتافيزيقية. أعجبني ما قال الدكتور قنديل، نحن كائنات دينية حتى معرفياً. أريد أن أثبت لك أن هذا القلم موجود، آتيك برواية لابن عباس فأقول ابن عباس يقول أن هذا القلم موجود. مشكلة أن حتى ليست فقط كهوية قومية، الدين أصبح بديلا للهوية المعرفية للمنظومة العقلية. وهذا ما سوف ربما يركز عليه الدكتور محمد شحرور في ورقته الأخيرة اليوم قبل أن نفتح الحوار. الدكتور شحرور أثار جدلا واسعا وكبيرا منذ كتابه القرآن. نعم، هذا كتاب القرآن الكتاب القرآن عفوا، أثار جدل واسع جدا بين كافة الأوساط الإسلامية وحتى غير الإسلامية. وكالعادة غالبا ما يتهم أي إنسان صاحب فكرة جديدة بألف تهمة. وأنا أذكر هنا ما كان يقول السادة الصوفية، وأنا أحب الصوفية لأنه بشر الحافي وأنا من دار الحافي كان صوفيا من تابعي التابعين. كان الصوفية يقول لا يبلغ الإنسان مرتبة الصديق حتى يقول ألف عنه أنه زنديق. لست كذلك أستاذنا، وأنا أعرف والجميع يعرف، ولكن نريد أن نتوقف ونريد أن نوضح كثيرا من النقاط التي أثرتها في كتاباتك الإشكالية والجدلية، فلتتفضل. السلام عليكم. أنا بالواقع بشكر الدكتور حسن حنفي والدكتور عبد الجبار والدكتور يوسف، لأنه فعلا
طرحوا المشكلة ودخلوا جوهر المشكلة. أنا موضوعي اليوم كيف ننتقل من دولة الفتوى إلى دولة القانون، لأنه العقل العربي يعيش ازدواجية، القانون والفتوى، القانون يقول كذا، يسأل الشيخ يقول كذا، وهذه الازدواجية حتى يعيشها المسلمين في أوروبا، نفس الازدواجية يعيش التناقض أو ازدواجية الفتوى والقانون. الآن هذا العقل الذي تكلم عنه الدكتور حسن، الدكتور عبد الجبار ويونس، كيف تشكل؟ كيف تشكلت دولة الفتوى؟ كيف تشكل هذا العقل العربي يلي بعد الاستقلال ثلاث حركات سياسية قامت ما درسته، ما درست كيف تشكل هذا العقل؟ الحركة القومية والحركة اليسارية والحركة الإسلامية، ثلاث حركات هذول ما في غيرهم رئيسية، وثلاث حركات ما في واحدة منهم قدمت نظرية معاصرة في الدولة. ما هي الدولة؟ في ذهن المواطن في هذه المنطقة الدولة تأخذ منه فلوس، الدولة لازم يجب عليها لأنه الدولة عم تشرح فلوسه، الدولة بتاخذه عسكري، مفهوم الدولة مو واضح في ذهنه. هذا المفهوم المعاصر للدول عنا في بلادنا غير واضح. مفهوم الدولة السلطة، أنه أنا قوي شيخ قبيلة، هي مفهوم الدولة بالنسبة له. أنا رح أذكر الدين الذي وصلنا الآن على أنه دين، والذي تكلم عنه الدكتور حسن والدكتور عبد الجبار، كيف تشكل، من أين جاء؟ العصر العباسي، أنا رح أتوقف هون لأنه عصر التدوين كان عصر العباسي، يعني الدين الذي وصلنا دونا في هذا الوقت. العصر العباسي الشاف بدأ العصر العباسي 750 ميلادي، الشافعي ولد 770 ميلادي. في هذا الوقت كانت الدولة العباسية دولة قوية جدا وهي إمبراطورية، وكانوا طلعوا على ثقافات الدول والشعوب، لأن الشعوب اللي كانت عندهم كلها إلا ثقافات قديمة، البابلية والآشورية والفارسية كانوا موجودين، والعرب ما عندهم تاريخ، تاريخهم هو الشيء الوحيد اللي عندهم أنه بدي من البعثة النبوية وأنه أني أصحاب السلطة وأصحاب الدين. لذا عندما قالوا أن الله تحدى العرب، والعرب أهل فصاحة وبلاغة، حداهم بالشعر، يعني الله ساوى مباراة بينه وبين الشعراء وهو غلبهم، هيك صار، يعني هيك قدموا القرآن، مثل ما أنه المسيح أحيى الميت لأنه كان الطب متقدم هذاك الوقت، هيك 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 فهموا. بنفس الوقت تعرضوا لأسئلة أنه شو معجزات نبيكم؟ نحن المسيح أحيى الميت، المسيح شفى المريض، المسيح طعم الناس، أنتوا شو سوا؟ ما عندهم شيء. فبدأوا يبتدعوا شيء ليجاروا به الآخرين، ولكن أكثر شيء تأثرنا به نحن هو المسيحية، إياكم تظنون اليهودية، المسيحية أثرت أكثر شيء. بيش بهالوقت كان المسيح الإنجيل صار بالعربي، يعني نحن من 750 فوق يعني المسيح الترجمات صارت موجودة، الثقافات ترجمت، صار مطلعين عليها. طلعوا على الإنجيل، الإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، هذا الإنجيل. وصيغة الإنجيل ما يلي: قال يسوع، قال الرب. هذا الإنجيل والكتاب المقدس. وبالمناسبة قال يسوع قال الرب طبقا للقرآن مغلط، كما ننتبه. نحن
نبينا سيد الأنبياء والرسل، كلامه كمان وحي. وظهر مفهوم الوحي الثاني تقليدا للإنجيل. الإنجيل فيه قال يسوع، نحن قال رسول الله. متى وأول من قال وحي ثاني هو السابعي؟ قبل ما قالوا كانوا يقولوا أنه النبي حكى وكذا، بس ما يقولوا وحي ثاني. حتى قالوا أنه قال يسوع قال رسول الله مقابلة، يعني صارت السيرة، يعني السيرة الذاتية للنبي والصحابة مثل السيرة الذاتية للمسيح والحواريين، لأنه مركز الديانة المسيحية هو شخص المسيح، هذا مركز الديانة المسيحية. أم حولوا مركز الإسلام لشخص الرسول تماما. خذوا ما يلي. أولا شوفوا صفات، ما بدنا نقول أنه ابن الله، ما بيصير. وصفوا، خذوا صفات اللي وصفين فيها النبي، أول خلق الله وسيد خلق الله وسيد البشر واسمه على العرش، عم ينزل تكبير تكبير. حطوا هالهالي، فأصبح النبي المسيح والحواريين النبي والصحابة، انتبهوها مقابلون. قال يسوع قال رسول الله قال الرب، الحديث القدسي نفسه، انتبهوا. هون 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 بدي العقل يتشكل، وصار عندي مصدر ثاني. شو هو المصدر الثاني؟ تحول نمط الحياة في القرن السابع إلى دين، وهذا نعيشه إلى اليوم. كيف مارس الناس الحلال في القرن السابع صار دين. يعني أنا بدي أشرب مي، مو خمر مي، إيه لازم أشرب على الواقف لأنه هي سنة تشرب على الواقف. لك يا ابني أنا بدي أشرب مي، كنت على الواقف ولا عايش، شو لك علاقة معي؟ يعني دخلوا بخصوصيات الإنسان إلى آخر الحدود، ومنها نشأ الفقه. من هون إجا صار قول ابن عباس أنه ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أنه والله لهو الحديث هو الغناء، إيه إذن الغناء حرام والموسيقى. شو مستوى اللبس في القرن السابع صار دين؟ شو بلبسوا الرجال في القرن السابع؟ إنه قلابية ودقن معناتها هذا دين. شو بتلبس النسوان في القرن السابع بشو بلبس العرب؟ صار دين. مستوى الفني صار دين، إنه النبي وقت إجا دقوا له بالدف، وقت إجا على الماء، إذن الدف حلال، كمان صار دين. فمعناتها نمط الحياة. من هون إجا الفقه، من هون إجا كل هالمهازل إجت منه، انه نمط الحياه تحول الى دين. وبالتالي تجد بالفقه خمسه ابواب، ثلاثه منها هراء. الفقه فيه الحرام والواجب والحلال والمكروه والمندوب. ايا ابني انا ليش انت عم تقلي شو الحلال؟ شو دخلك؟ يعني انت شو دخلك تقول لي شو الحلال؟ انت قلت لي شو الحرام؟ يعني انا الله قال لي من الاصحاب لا تاكل خنزير، بس ما بس يعني باكل كل شيء، ما قال لي كل هي وهي وهي وهي، قال لي بس قال لي لا تاكله. بقى انت المفروض تقول لي شو الحرام، ما بتقول لي شو الحلال. المكروه لازم مثل ما بتسال شيء انه والله هي مكروهه، لك يا ابني المكروه انا بحدده، والمجتمع بيحدده والقانون بيحدده مو انت. والمندوب يعني المستحب كمان، انت شو دخلك انه انا شو استحب لنفسي انا بحدده، او المجتمع او القانون. يعني هذول ثلاث مجتمعات بقى صار كل واحد بيخطي خطوه بده يسال الشيخ حلال ولا حرام. فخلقوا في هذا العقل الاتصالي، فصلوا مواطن تفصيل للمستبد، مواطن دائما عايش عقدة الذنب، يا ترى هي حلال ولا حرام، مسموح ولا مو مسموح، يا ترى مسموحة ولا مو مسموحة. هذا العقل عنا يا موجود. ايش المستبد شو بده احسن من هيك؟ شو بده المستبد احسن من هيك؟ واحد انه وين ما في يسأل مسموح ولا مو مسموح. هي ركبوا له مواطن بهالطريقة. ف هون
من نعيد النظر انه كيف بدك تسوي قانون. تبين ايضا اخذوا من المسيحيه مصطلح ذبحونا في ذبح شهيد. شهيد مات بالحرب شهيد. هذول الشهداء ابطال الحرب، هذول كلهم شهداء. لك يا ابني مين قال لك انه هذول شهداء؟ يعني مين قال لك انه الشهيد له علاقه بالقتل اصلا؟ يعني دخلوا الشهيد هلا في اليمن الطرفين عم يتقاتلوا، كل واحد ما تبعات الشهداء، وهذول شهداء. يلا ومعركه الجمال اثنين شهداء، يلا شهيد يعني على الجنه، يلا فصلوا الجنه والنار راسا واخذوا مصطلح الشهيد. ولا علاقه لمصطلح الشهيد بالحرب وبالقتال اطلاقا. بالمصحف ما له علاقه. بالمصحف الله على كل شيء شهيد. الشهيد من اسماء الله الحسنى. الله ما قتل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل. شهداء معركة بدر هو من حضر معركة بدر من الأحياء والأموات ومن المشركين والمؤمنين. هل يجوا من حضر معركة بدر؟ هذول شهداء معركة بدر، اللي قتل واللي ما قتل، وكان مؤمن مع النبي أو ضده، هذول كلهم شهداء معركة بدر. قاموا راحوا دخلوا المصطلح ودخلونا كمان بزاوية تانية شهيد، وهذا بيناسب السلطة. كل ما قتل يلا يلا شهيد. بهذا الوقت كانت السلطة قوية. تم تفصيل المصطلحات الدينية سياسيا ولليوم. يعني في هذاك الوقت تم المرتد، قتل المرتد، الزنديق، الجهاد، الكفر، دار الكفر، دار الكفار ودار الإسلام. طلع من هذاك الوقت. وهذاك وقت انحط لدولة عظمى كان مناسب، يعني كان له موقع، يعني له معنى كان. بس هلا ما له معنى. يعني انا قريت كتاب الجهاد لحسن عبد الله عزام مؤسس القاعده، لا يوجد سطر واحد في الكتاب غير ماخوذ من امهات كتب الفقه، من امهات كتب الفقه ماخوذ. واحدهم انه انت اذا عايش في بلاد الكفار وما قدرت تبديلهم الكراهيه خليك عم تكرههم بقلبك. إذا أنت عشت في بلاد الكفار وما قلت تعبر عن كراهيتك لهم لازم تضمن الكراهية بقلبك. يعني هي أحد مو من عنده. هي مو من عنده. فهذه المصطلحات كلها وضعت لتناسب دولة عظمى. وكانت مثلا نقطة أخيرة، الطب النبوي شفتوا نمط الحياة. ما في شيء اسمه طب نبوي. صار يقطعونا بالطب النبوي ولا النبي انحجم. طيب اذا الحجامه شغله كبيره وكذا وكذا، وحتى في هذا مقال علمي انه اذا واحد شرب على الوقت شو ضرره واذا شرب على الوقت شو فائدته. طيب انا قريته وصار الطب النبوي حبه البركه بتاخذ سبع حبات على الريق والى اخره. تحول الدين نمط حياة في القرن السابع بشبه جزيرة العرب بكل شيء، بالمستوى الفني وأكله وشربه وكل عاداته كل شيء صار دين. وهذا العقل تشكل بهذا الأساس لليوم. لم أجد في كتب الفقه ولا حكم شرعي له علاقة بالتنزيل الحكيم، لا بالطلاق ولا بالزواج ولا بالإرث ولا بالحرب ولا بالعقوبات. لم أجد في الفقه ما له علاقة في التنزيل الحكيم. المصحف عم تقروه للبركة. لماذا؟ لأنه مركز، انتقل مركز الإسلام من المصحف إلى شخص إلى القرن السابع. نقلوا المركز. صار لي أنا 50 سنة عم بشتغل حتى رجع المركز. بس إنه أخي المركز هذا الله حي ونحن أحياء. قال طيب افترض النبي مات امبارح، منيح امبارح مات، خلونا وين المصحف قدامنا اقروه، خلينا نقرا اليوم شوفوا قديش
قديش في المصحف أمور فعلا اقتنعت بعالمته. لا يوجد برلمان في العالم شرع ترسيخ خارج المصحف بدون ما يعرف بالمصحف بالتشريع فيه. طيب انه هذا تشريع الى ان تقوم الساعة، طيب مو اخذ بعين الاعتبار تصور كذا الى اخره. قال له في اربع، قال له في عندي انا اربع حقول، هذول الحقول مستمرين لا سبب انا راح احكي فيهم. اول حقل الاسرة، عزوى النبي في اسرة، يعني في اسرة ولا ما في وجود في، حكى على الاسرة، حكى على الزواج والطلاق، يعني او الطلاق ونوعين من الزواج، حط لك الزواج الكنسي والزواج المدني، اثنين حاططهم دائما في خيارات اعطيك اياهم. واشارح الطلاق شارحه اكثر مشارح الصلاه، اكثر مشارح الصلاه والصوم، ما بخليش اراء فيه. هاي واحده. اثنين، نقل الثروه موجود الى الان ولا لا؟ من جيل إلى جيل، نقل الثروة من جيل إلى موجود. ربك قديش كبير، قديش محترم الله الإنسان، دائما بيعطي خيارات، دائما شو بيعطيه؟ بيصحف يعطي خيارات لأن في احترام. قال لك أنت بدك تحقق العدالة لحالك، إيه حقق، أعطاك 9 آيات بالوصية. قال لك إذا ما بدك أنا رح أعطيك بديل الإرث، الإرث هو الحل الثاني، أعطاك حلين، الخيار إلك، الخيار إلك. راحوا هن قالوا لأنه، شوفوا بقى الاستعمالات السياسية، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الغدير وصل علي، قاموا قالوا لا وصية لوارث، قالوا رغوا 9 آيات في 9 آيات من المصحف التغيت. والذكر بآية المواريث الولد صار ذكر فقط. ليش؟ لأنه وقت مات النبي عليه الصلاة والسلام عنده بنت، ما عنده غيرها، وقت مات النبي كانت بنته على قيد الحياة وعمه العباس. فقال لك البنت ما بتحجي، البنت ما بتحجي، العم بياخذ، ودخلوا العم، مع أن العم ما له أي علاقة. يعني صار تشويه بآية المواريث مرعب. والسبب سياسي. آية المواريث اجت مو لتوريث الحكم، واحد عنده بيت ومصاري مات بده يرثوا اولاده، هذا هي آية المواريث، ما له علاقة الحكم كله فيها. ثلاثة، الحرب، اعطيك خيارين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اعطاك الحرب وشو اعطاك؟ أعطاك السلم. هون ثلاثة هدول موجودين إلى اليوم. العقوبات، في بلد ما فيها عقوبات؟ أعطيك 3 عقوبات، السجن، الغرامة المالية، والإعدام. ما أعطيك، موجودين بهاللوب العالم هدول ولا مو موجودين؟ والإعدام كحد أعلى. بقي دقيقة واحدة للأسف. والإعدام كحد أعلى العقوبات. دقيقة واحدة. اثنين، دقيقة الواحدة، هي الشريعة الإسلامية كل أهل الأرض مطبقينها وما ضروا عنا. الفقه ما له علاقة، يعني نحن الذي يشرع هو المدني. وأكبر مقلب عزلونا فيه عن العالم هو مقلب بني الإسلام على 5، يعني حصروا الإسلام بأتباع محمد، وهنا عزلنا عن العالم تماما وأصبحنا نحن مميزين، وأخذنا العقل الأحادي، من هون بدأ العقل الأحادي، ما عدنا نقبل الآخر، ولليوم هذا مستمر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد شحرور. يعني أكيد أنك استفززت واستفزيت وأثرت أيضا إشكالات، وكذلك الحال الحقيقة جميع الأوراق، يعني لست أدري، يعني لا أستطيع أن أقدم واحدة على أخرى، ولكن هناك كثير من الإشكالات. أنا شخصيا يعني لو كنت أجلس بينكم أيضا لرفعت يدي وأردت الحديث، لكن أنا أريد أن نبدأ. الدكتور قبل شوي، الدكتور قنديل، قال الشباب، لم نسمع ولا سؤال من الشباب. اسمحوا لي أن نبدأ أول
مداخلتين من الشباب، اسمحوا لي يعني بعد إذن الدكاترة والأساتذة. طيب نبدأ في معلش الأخت الفاضلة ثم حضرتك، نبدأ من الأخت الفاضلة. طبعا الكل سيقول شباب، يعني الكل سيرفع يده، ها تفضلي. نعم، شكرا كثير على الجلسة، بس كنت بتساءل بموضوع الوجود الديني، ولما تم ذكر انه نحن البشر وجودنا وجود ديني، كأنه كان في تهميش لدور الأخلاق قبل دور الدين. يعني في المجتمعات بشكل عام قبل ما يكون في دين كان في أخلاق، وهذا كان بطريقة معينة العقد الاجتماعي اللي نظم حياة الناس من بعض، لأنه الناس تحتاج الأخلاق، تحتاج التعاون، تحتاج احترام بعض علشان تقدر تعيش مع بعض. فأنا كشخص كشابة في هذا الوقت بعتقدش أنه بس وجود الديني هو اللي بيعرفني، يمكن وجودي الأخلاقي قبل بعرفني، لأنه هو كان بالأساس حتى بالدين الإسلامي لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق وجدت قبل أو استند عليها الدين بلحظة من اللحظات، ولا أعتقد أنه بس لازم يكون وجودي ديني مثلا. جميل، بارك الله فيك. إذن دائما يعني نموذج للمداخلة السريعة ومباشرة إلى قلب الموضوع. الأستاذ تفضل حضرتك. نعم صف الثاني. نعم ثم في الأخير ثم نعود للأساتذة وأساتذتنا والدكاترة. تفضل. شكرا للدكاترة الأفاضل. أنا سؤالي مقتطب سيكون للدكتور محمد شحرور. الفكر الأصول، قرب الميكروفون لو سمحت. عادة في الفكر الأصولي يقول إن صحيحين بخاري ومسلم خط أحمر. ما هو موقف الدكتور محمد شحرور من صحيحين بخاري ومسلم؟ هل يجوز نقدهما؟ وشكرا. سؤال ضربة حرة مباشرة كما يقال. آخر شيء في الأخير تفضل. شكرا كثير. أنا عندي بس أربع أسئلة بدي أوجهها للحضور. إذا خلال دقيقة نعم، إذا دقيقة. أكثر من دقيقة لا. دقيقة. هلأ للدكتور حسن حنفي، لفت انتباهي المضمون السياسي المداخل للدكتور حسن حنفي، تركيزه على الاستبداد والعدالة والظلم. هلأ هذا بطرح جدلية اللي هي أولوية الإصلاح السياسي على الإصلاح الديني. حاب أسأل الدكتور شو وجهة نظره بهذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي هو دكتور عبد الجبار، مداخلته تركزت أنه الإسلام بشكل تدريجي تم اختزاله بالفقه. هلأ السؤال عن أي فقه نتحدث، خاصة أنه مداخلات الأساتذة كانت تحكي أنه التراث يرتبط بالتاريخ وكذلك الفقه بطبيعة الحال، أنه هل نتحدث عن فقه القرن السابع أم عن غير ذلك. السؤال الثالث اللي هو للدكتور يونس قنديل، يتكلم عن تجربة الإسلام السياسي. سؤالي ما هو مقدار الأيديولوجيا في تجربة الإسلام السياسي في ظل الحديث عن مدرستين أو نموذجين تفسيريين للإسلام السياسي، اللي هو مدرسة الأيديولوجيا أو أسنسزم ومدرسة السياقية اللي هي كونتستوالزم. السؤال الأخير اللي هو الدكتور شحرور اللي ركز على الفقه القرن السابع، هلأ مربوط بالسؤال الأول إنه إحنا عن أي فقه نتحدث وشو مسؤوليتنا إحنا حالياً. هلأ إذا إحنا نتحدث عن فقه القرن السابع هذا انتهى. وبتذكر يعني قرأت مؤخراً في كتاب فضل الرحمن عن الإسلام والحداثة، بيحكي فيه إنه المشكلة مش بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي كانت في الماضي خاصة في القرن السابع، لأنه الإسلام وقتها كان يعني حكم العالم أو حكم ثلاث أرباع العالم تقريبا، لكن المشكلة في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة في وقتنا. شكرا شكرا, شكرا. حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة. دكتور حسن نافع، السؤال الأخير ولا قبل الأخير؟ السؤال الأخير، إذا في مجال تكتب لنا يا بورقة السؤال الأخير وقبل الأخير بالمناسبة، ما كانوش واضحات. نأخذ الدكتور حسن. شكرا شكرا جزيلا. هذه جلسة في غاية الثراء، ورغم تعدد المداخل إلا أنها كلها حاولت أن تجيب على سؤال مركزي: لماذا تحول الدين الإسلامي من رافعة في روحه وجوهره إلى أداة لتكريس التخلف من خلال الفقه؟
وهذا هو ما وصلني على أي الأحوال من ومن خلال المداخلات أنا حاولت أن أصل إلى النقطة الجوهرية أو المركزية في الإشكالية التي نحن بصدد بحثها. وساعدني الدكتور محمد شحرور عندما قال إنه الدولة الإسلامية ظلت في إطار دولة الفتوى ولم تتحول إلى دولة القانون. وأنا أريد أن أضيف، وهذا هو السؤال الذي أريد أن أوجهه إلى الباحثين الأربعة الكبار، وهو قضية يعني هناك فكر سياسي في الإسلام أو هكذا يدعي البعض، لكن ليس هناك كتابات محترمة حول النظام السياسي في الإسلام. صحيح. وأنا بترجم بقى كلمة القانون إلى، لأنه لما تقول ما فيش قانون هيقول لك لا، ما هي الأحكام في الشريعة الإسلامية حسب فهمهم هي القانون وهي دولة القانون أو التي يجب. لكن لما نتكلم بقى على النظام السياسي في الإسلام هنا الإشكالية، لأن احنا عندنا الإسلام هو نفس الإسلام لكن تحول من في فترة الخلافة في بيعة، لكن في بعد كده الدولة الأموية بقت ملكية مطلقة، وبالتالي نفس الإسلام استخدم، يعني الشورى بقى كانت جزء من النظام السياسي الإسلامي. نعم. تحول إلى ملكية. كيف حدث هذا؟ جميل. وما هو النظام السياسي الإسلامي في رأي هؤلاء الأساتذة الكبار؟ شكرا. جميل. السيدة هنا في الصف الثاني، سيدتي، السيدات أيضا لهم نصيب، وإن كانوا مبارح اضطهدوا الرجال في الأمس وأخذوا فقط سيدات، لكن إحنا من باب حتى تعرف أنه في عنا عدل أكثر. تفضل. طيب. شكرا. شكرا لكل المتحدثين. الصراحة بدي أحكي في موضوعين. الموضوع الأول خطاب الأكاديميين، تساءل دكتور يونس ليش الشباب ما بيشاركوا. الخطاب اللي نتحدث فيه خطاب أكاديمي بحت وخطاب تخصصي، يعني يفترض أنه يكون في تبسيط بالكلام حتى مجموعة الشباب. لأني قبل شوي بسأل الشاب الحلو هذا اللي بجنبي دكتور عبد الجبار، هو بتكلم فهم عليه؟ قال لي صراحة لا. فلذلك احنا لا انا معلش حابة انا يكون في افادة اكبر، يعني دائما، لانه اللي قاله الكلام يمكن ابسط او التبسيط اللي قاله الدكتور عبد الجبار. دكتور عمر، نحن دائما عندنا هاي الإشكالية. ما بيصير هدول العلماء انه يكون صوتهم غير مسموح، نسمح للناس اللي بتكلموا. جميل. ببساطة. جميل. يوصلوا الشغل. بس النقطة الثانية انه تكلم الدكتور حسن عن حقوق انسان، يعني في برامج عملية ممكن انها توصل، مثلا لماذا لا نتكلم عن القيم العمل العالية؟ في كتير آيات تتكلم عن القيم العمل. نعم. في عن التعليم، إصلاح التعليم. الشباب بهمهم الآن تنمية سياسية، بهمهم الثقافة العالمية، هم بدهم يندمجوا، هم داخلين على ثورة صناعية الرابعة. لذلك إحنا بنتمنى من العلماء اللي أمامنا إنه يقدموا خطاب بسيط يوصل للشباب واحتياجاتهم. واضحة النقطة، جدا واضحة. دكتور صبح تفضل. شكرا جزيلا لجميع المتحدثين. تعليقي بالنسبة للدكتور محمد شحرور عندما ربط بين الفتوى والسلطة، وهذه مسألة جدا مهمة، وكما يعلم الدكتور كان في اتصال مسبق بيننا حيث قمت بدراسة حول تحليل فتاوى دائرة الإفتاء العام من منظور حقوق الإنسان، وكانت النتائج جد غريبة، أن التحليل كان يشمل تحليلا كميا ونوعيا لألفين ومئتي فتوى، وفعلا كانت معظم تلك الفتاوى تستند بشكل أساسي إلى الفقهاء أكثر من النص القرآني. هذه الملاحظة كانت جد واضحة، وكان مجال الاختلاف كبير بين الإفتاء وبين حقوق الإنسان، وكانت هنالك مسائل لا أعلم ما هو مصدرها، يعني فتاوى عجيبة غريبة، لا يجوز خلع الحجاب أمام المرأة المسلمة المسيحية عفوا غير المسلمة، وهكذا، يعني أمثلة كثيرة جدا. لكن خلاصة القول أن المجال لا يتسع، هذه حتى نقيم العلاقة بين الإفتاء والسلطة، هذه الدراسة لم ترى النور. شكرا. عفوا والله في أيدي كثيرة، اسمحوا لي بدي أخذ فقط ثلاث مداخلات، لازم ننهي على الساعة الثانية.
وعشر دقائق على الستة. طيب ماشي حال. إذن بدل ثلاثة بناخذ ست مداخلات. تمام، تفضلي سيدتي. وبعدين الشاب اللي جنبك كمان. نعم. أوكي الدكتورة سبا الحياري، هلأ أنا من متابعين الدكتور محمد شحرور وبقرأ كتبه وبحضره على اليوتيوب، ففعلا الأخت اللي عملت مداخلة حكت مظبوط. يعني أنا بعيد حلقة الدكتور محمد شحرور مرتين ثلاثة عشان أفهمها، وأنا يعني أنا ماجستير ومتعلمة ودارسة، بس مع هيك بعيدها مرتين وثلاثة عشان أفهم شو عم بيحكي بتفاصيل وبعمق، لأنه فعلا بيحكي بعمق. طبعا بهنيك على شجاعتك دكتور محمد شحرور، لأنه هون سؤالي إنه إحنا بعد ما نفهم هذا الحكي اللي أنت بتحكي، وبعد ما نعرف إنه ديننا مش هيك وديننا حر وربنا يعني عن جد بحبنا، عن جد شرحت صدورنا أنت في الكلام اللي حكيت لنا إياه، وحبينا ديننا أكثر من أول، وحبينا الإسلام أكثر من أول كمان. بس هي النقطة إنه كيف نعيش في مجتمعنا؟ يعني إحنا بنعيش في مجتمع يتم الاستقواء بربنا، يتم الاستقواء بالدين. إذا بتحكي لهم يا عمي طيب أنتوا بتحكوا لعن الله النامصة والمتنمصة، الزانية لم تلعن في المصحف، بقولوا لك آه أنت قرآنية، تهمة هاي، أنت قرآني أنت تهمة، يعني أنت إشي متهم الآن، أنت بدك تطلعي من الدين، أنت كذا أنت. فإحنا الآن يعني بدنا نعيش في مجتمعنا كمان بسلام وبحب. جميل. ما بدنا إحنا يصير يعني نصير نحس حالنا زي إبن رشد. إحنا كلنا مع السلام والحب أيضا. لأخذ زميلك بجوارك، بارك الله فيك. تك العافية. تك العافية دكتور يونس. نعم سلاتي له. لكن إحنا أعطينا أولوية أكثر للشباب شوي، معلش لأنه ما تكلموا. تفضل. أشكر لك دكتور يونس ملاحظتك حول إنه الشباب مش عم يتفاعلوا مع الأوراق. بس بالواقع ما هوش سبب انفصال الأوراق عن الشباب بقدر ما هو انفصال الأوراق أساساً معظمها عن الواقع. سؤالي لك دكتور يونس، لماذا كل هذا الانهمام بالحديث عن حركات الإسلام السياسي وهي في واقعنا بتنزل منزلة المفعول به مش منزلة الفاعل؟ في الواقع الأنظمة السياسية الحاكمة المستبدة هي الفاعل الوحيد في سياقنا العربي. يعني ليش نهتم بنقد الإخوان وهم موجودين في سجون السيسي؟ وكما تعلم دكتور يونس أن الانشغال بالواقع بيختلف عن الانشغال بالثقافة، ما هوش زيرو سم جيم يعني. فخسارة لقبالك ما هوش معناه أنك أنت عم تكسب. خسارة الإخوان في مصر هو كان خسارة لتجربة ديمقراطية، وذقنا مرارتها في اليمن كما ذقناها في سوريا كلياتها كعرب. فبالتالي يعني أنا بتساءل إيش سبب الانهمام ب... واضح واضح واضح، وسؤال يعني في مكانه. دكتور محمد تفضل. تفضل. شكرا لجميع الأساتذة الأفاضل. السؤال الأول للأستاذ يونس، صحيح أنه قال المشاريع الفكرية أو العربية سقطت أو فشلت؟ لا أظن ذلك، لأنه لا نعرف أن مشروعا أوروبيا نخبويا أو ما يسمى بعصر الأنوار أو النهضة رفعه شخص واحد، صحيح ما عدا تجربة لينير وماركس مثلا، من غير هذا لا يوجد شخص واحد هو الذي نهض بمنطقة بأكملها. وهذه المشاريع أظنها متكاملة، وأظن أن الشباب العربي رغم يعني يبقى الموضوع نخبويا للأمية والتخصصات وغير ذلك، ولكن أرى أن هناك حركة بين الشباب وتتابع المشاريع العربية وخاصة المشاريع ما بعد 67، ونتمنى لها مستقبلا أن تثمر. النقطة التي أريد أن أركز عليها أن هناك كانت هناك نخبة كذلك في النموذج الأوروبي لعبت دورا أساسيا بين السلطة الحاكمة وبين العامة، وهي الطبقة البرجوازية. أما نحن فلا طبقة برجوازية لعبت مع العامة ولا تأثرت بفكر المستنيرين أو الإصلاحيين، كما أنه ليست لم نمر بمرحلة صناعية، فلذلك لم يكن لنا عمال ليجتمعوا في نقابات، ولم تكن عندنا مثلا الحروب التي مرت بها أوروبا إلى غيره، فلذلك النموذج مختلف. السؤال الثاني التي ولا علاقة بسرعة بارك الله نعم فيك. نعم، هو أنه هناك تركيز على الفقه، وهذا السؤال للأستاذ رفاعي وأستاذ شحرور بالخصوص. في الإسلام الإصلاحي مثلا، وأعطي نموذج
برنامج الإسلام في أوروبا، عندما يتم الحديث عن الأخلاق الإسلامية وعن المعنى أن تكون متدين في مجتمع حديث ولكن ترك جانبا التشريع الإسلامي، يقال عن أن هذا الإسلام هو إسلام خفيف أو لايت إسلام أنت غير مقبول. وعندما يقال البعض يمكن لهذا النموذج أن يصلح في العالم العربي ليكون هناك تعدد والأمور تشتغل أكثر، يقول لا هذا غير مقبول. فهذا هناك إذن مشكلة، فأي تيار نريد؟ جميل، شكرا. دكتور ذوقان، بعدين الدكتور أبو يعرب والدكتور ماضي. نعم شكرا. بدي احكي بلغة الشباب. سنحاول ناخذ ان شاء الله اكبر قدر ممكن من التداخلات او المداخلات، سناخذ اكبر ربما الجميع ان شاء الله. واحد حول المجال ماشي. واحد طبعا. انا مدين لسمر محارب وزيد عيادات اللي جلبوني الى هذا المؤتمر، وكنت محزن جدا لو لم احضر هذه الجلسة. الملاحظة المهمة، وارجو ان اقول بوضوح، الدكتور حنفي والدكتور شحرور والدكتور رفاعي وبسلسني الدكتور قنديل في منطق بقول من ينقد الفلسفة يجب أن يكون فيلسوفا، بدي أطبقه، من ينقد الدين هل يجب أن يكون متدينا؟ خاصة أنه استشهد الدكتور حنفي والدكتور شحرور والدكتور رفاعي بأدلة دينية، يعني لجأوا إلى الدين لكي يبرئوا جزءا من الدين. بالنسبة للدكتور قنديل والشباب، دكتور قنديل شباب فرنسا سنة 68 لما ثاروا رفعوا شعار لا تثقوا بمن زاد عمره عن 30 عاما. هؤلاء أجانب ولهم قيم مختلفة تختلف عن قيمنا، فهل هذا سبب من أسباب عزوف الشباب عن خطابنا؟ جميل. ثلاثة بس وأخيراً. هذه النقطة دكتور، إنه هل اللجوء إلى الدين في نقد الخطاب الديني هو حذر أم خوف أم مرحلة؟ شكراً دكتور ذوقان. نأخذ أبو يعرب مرزوقي ثم الدكتور ماضي، الثلاثة ثلاثتكم بالتوالي إن شاء الله. دقيقة مكسيمم. أولاً أنا سعيد جداً بحضور جلسة اليوم لأن فعلاً الأربع الذين تدخلوا أجمعوا على أن حدثا ما حرف قراءة القرآن، والأربع اقترحوا كيفية إصلاح هذا التحريف، ومعنى ذلك أنهم شخصوا شيء وقدموا علاج. سؤالي هو التالي، في الحالات الأربعة إلا في حالة أستاذنا حسن حنفي الذي اقترح حلول معينة، هو ما الذي يجعل أمة في لحظة من لحظات تاريخها تنحرف عن دستورها؟ يعني ما الذي جعل، يعني ننسى التفسير العربي بأنه تأثير المسيح أو تأثير كذا أو تأثير كذا، هل هناك أحداث حقيقية أدت إلى هذا التحريف إن صح إنه تحريف؟ أنا شخصيا عندي فكرة في الموضوع، وهو أن أمة حدثت فيها فتنة أدت إلى 4 حروب أهلية متوالية، هل تبقي على تطبيق الدستور أم هي تضع قوانين استثنائية لعلاج الظرفية التي أدت إلى 4 حروب أهلية؟ جميل. نحن نذكر أن أمريكا مثلا بعد حادثة سبتمبر غيرت في مجموعة من قوانين دستورها ووضعت قانون استثنائي لعلاج هذه الظرفية، ولذلك في إحدى كتاباتي بينت أن الدولة الإسلامية دخلت في حالة الطوارئ، وأن حالة الطوارئ التي تقتضي قوانين استثنائية دامت 14 قرنا، وأن محاولة الخروج من هذه الحالة هي ثورة الشباب، وكان شرف شباب تونس أنه هو الذي أشعلها. شكرا دكتور أبو يعرب المرزوقي. الدكتور ماضي، في ضوء الأسئلة والتساؤلات التي أثارها الدكتور حسن حنفي، أود أن أسأل، هل الإسلام كما يتصوره
ينبغي أن يكون دينا أرضيا، دينا دنيويا. ولاحظت أنه حصر كلامه على الدين بالذات على الإسلام. ما رأيه في الأديان المتعارف على أنها وضعية؟ بالنسبة للدكتور عبد الجبار، الدين حاجة وجودية، ما رأيك في أن هناك أناسا، وأنا أعرف بعض هؤلاء، الدين ليس في حياتهم حاجة وجودية؟ فيما يتعلق بأن الفلسفة هي فلسفة المسلمين وليست فلسفة إسلامية، كل الكتب الصادرة ابتداء من كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق كلها عناوينها الفلسفة الإسلامية وليس فلسفة المسلمين. بالنسبة للروس والسوفييت، أرابا يزيجنا يا فيلسوفيا، الفلسفة المكتوبة أو المنشورة باللغة العربية. نعم، أنا أعرف لماذا أنت منحاز للروس، أعرف السبب. وشكرا. شكرا، عفوا عفوا. أستاذ سائد كراجة. شكرا جزيلا. هذه القامات الكبيرة في الفكر العربي كنت نأمل أن يكون لكل منهم وقتا آخر أو أطول في هذا الحوار. المكتوبة أو المنشورة باللغة العربية. حول قضية الوصية. أنا أعرف لماذا أنت منحاز للروس. قضية الوصية. أن هنالك الوصية ثم الإرث. وشكرا. أنا من الناس الذين يؤمنون بما تقول به، ولكن لدي سؤال. شكرا جزيلا. هذه القامات الكبيرة في الذي نزع عربي كنت نأمل أن يكون لكل منها. أبا يزيدنا يا فيلسوفيا. الفلسفة هذا الحوار. سفى المكتوبة أو المنشورة باللغة العربية. قضية عند القامات الفكرية التي تكلمت، أننا لو تبدى لنا وسيلة سحرية لتحقيق برنامجكم بإلغاء الفقه وتطبيق ما تقولون، كأن النهضة العربية قادمة، وهذا فيه خطورة، لأن النهضة لها عناصر أخرى غير قضية تجديد الدين، العامل المادي والاقتصادي والعلمي. وأنا أعتقد أنها خطورة كبيرة طرح في هذا المؤتمر أن أخذ بمشروع السادة القامات الفكرية وتطبيقه سيكون طريقنا الوحيد إلى النهضة. العلم ثم العلم ثم المدارس العلمية، وماذا بالأخذ بالأسباب إن كنت أستعمل التعبير الفقهي. شكرا أستاذ سعد. شكرا جزيلا. لكن أعتقد أحد أسباب بعض الأسئلة هذا الاختزال والوقت الضيق، يعني لو تركنا للسادة المفكرين الأفاضل الوقت الكافي ربما بعض من هذه الأسئلة كان توضح وتبين. لا نستطيع أن نحصر صراحة يعني مشاريع فكرية وكتابات بحيز ضيق. دكتور زيد تفضل، بعدين الأستاذ اللي في الخلف حضرتك مباشرة. فضل. شكرا أخي عامر. أنا ليس لدي سؤال لكن توضيحا وتعقيبا على ما قاله أخي سائد. هذا المؤتمر فيه 6 جلسات مختلفة، أساسه أن العلم والعقل والحرية والإنسانية هي مقومات للنهضة، ومن ضمن هذه المشروعات هناك مقاربة حضارية للدين كعامل من العوامل الأخرى في النهضة، ولكننا لا نختزل النهضة في الدين أو في إصلاح الدين. شكرا. شكرا. يعني هذه نقطة نظام. الأستاذ تفضل. وأعذرونا يعني أنا نظري ضعيف، وبالتالي أعذروني إذا كان الواحد ما انتبهش لبعض الإخوة الرفعين أو الأخوات الفاضلات، خاصة الأخوات. تفضل أستاذ الفاضل. يعطيكم العافية. معكم دكتور محمد أبو السمك. أنا سؤالي للدكتور عبد الجبار الرفاعي والدكتور يونس قنديل، هل لا زال الفكر المعتزلي والأدوات الفكرية التي كانت سائدة في القرن الثالث جميل. دور أو شرارة في النهضة العربية، أم أنه يعتبر من الفكر التراثي البائد؟ وشكرا. جميل، سؤال يعني رائع الحقيقة ومباشر. أختنا الفاضلة هنا تفضلي. زليخة أبو ريشة. أخت زليخة، نعم. المعذرة لأنه مثل ما قلت النظر ضعيف يعني فما انتبهتش يعني. الملاحظة الأولى للأستاذة سمر، أرجو تذكير الوظائف والمناصب في المنشور الذي يضم معلومات عن المشاركين والمشاركات. أستاذ، مديرة مساعدة، مديرة تنفيذية، وزيرة إلى آخره.
والملاحظة الثانية، حتى لا تمر ملاحظات إسلام سياسي تسريبا كما حدث مع الدكتور أبو يعرب المرزوقي عندما قال إن الإسلام حرر العرب في العراق والشام من حكمي الروم والفرس. وأنا أقول ليس الإسلام هو الذي فعل ذلك، ولم يحرر المسلمون هذه المناطق أو الشعوب، وإنما أتوا بدافع الغنائم كما هو معروف، وإلا لما لم يغزو الرسول خارج حدود الجزيرة العربية؟ وقد حدث ذلك، يعني هناك نظرية واضح أنه لما تضعف الدولة تهجم عليها الصحراء، وهذا فعلا ما حدث في السابق وما حدث الآن الذي أشار إليه الدكتور عبد الجبار أنه أهل الصحوة كانوا أذكى وإلى آخره. لا، مش أذكى، لأنه في ظروف سياسية دولية واضح في كشف عنها مؤخرا. شكرا شكرا. يعني حتى نأخذ أيضا آخر مداخلة، اسمحوا لي، يعني لم يبقى لدينا وقت، لأن سنعطي السادة الأفاضل أيضا وقت حتى يجيبوا عن التساؤلات. تفضلي حضرتك. أنا اخترت الأعمار الأصغر، يعني أحيانا أعذرونا. برضو كمان سؤال سريع، قديش عمرك؟ طيب خلاص، مدام بالعشرينات مسموح. تفضلي. سؤالي سريع ومختصر. احنا بدي حلول واقعية. الشباب عندنا نتاج لكل اللي حكوه الدكاترة الأفاضل، التشويه الديني، الفقه كيف صار، كل اللي حكوه. النتيجة الواقعية كانت فيه على الشباب ان احنا كنا بفترة مشوهين، ما اخذنا علم، ما اخذنا تربية، الواقع الاجتماعي صعب جدا علينا، فما في عنا نضج. احنا بننضج بس نصير فوق 40 منبلش نفهم. فالفكرة انه انا ايش الرسالة اللي بوجهوها للشباب؟ ايش لازم يعملوا؟ يقرأوا، يطلعوا يدرسوا برا؟ من وين نستقي المعرفة عشان ننضج ابدر بحيث نساهم بالنهضة؟ وسؤالك ناضج الحقيقة وعميق في النضج. نصح نصيحة انا بالنسبة لي بدي استفيد منها. السؤال الاخير، بارك الله فيك اختنا الكريمة هنا، تفضلي. طبعا انا بدي احكي اشي على بس ملاحظة على موضوع الشباب. أنا بقرأ أستاذ محمد شحرور من عمري 14 سنة، وأستاذ محمد شحرور له الفضل بحياتي إلى الممات من قراءاته، كنت أفهمك وعمري 14 سنة. الموضوع الثاني عندي سؤال. هلأ إحنا خضنا بكل التفسير الحديثة للقرآن، بس هلا بالقرآن الله بيحكي ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعندي سؤال، شو لو إنه فعلا الأمة الإسلامية أجلها خلص؟ خلص على سبيل لا خلص وهاي وأنا جميل جميل، وفي يعني دين آخر بعد وأجل اللقاء انتهى أيضا بالمناسبة. وبالتالي اعذروني الإخوة الذين لم يستطيعوا أن يتساءلوا أو أن يسألوا، سيكون في فرصة إن شاء الله يعني إنهم يلتقوا مع الأساتذة مباشرة ويسألوهم مباشرة. نأخذ كل أستاذ بدقيقتين إذا ممكن، بداية من الدكتور حسن حنفي، ثم الدكتور عبد الجبار، ثم الدكتور محمد شحرور، ثم الدكتور يونس قنديل. تفضلوا. لماذا ليست لدينا كتابات في النظم السياسية وليس فقط في الفكر السياسي؟ اجتهد القدماء وتكلموا في السياسة الشرعية، في إصلاح الراعي والرعية، وتكلموا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلموا في الخلافة، وتكلموا يعني لم يستطيعوا أن يتكلموا طبعا في الليبرالية والقومية والماركسية واليسار إلى آخره. فلماذا نضع الكرة في ملعب القدماء باستمرار؟ فلماذا لا نقوم نحن بذلك؟ وبالتالي
أنت تعيش في عصر والقدماء عاشوا في عصر آخر، وأنت كل الأسئلة التي تسألها لا يستطيع القدماء أن يجيبوا عنها. اجتهد أنت واكتب أنت حتى تتساوى مع القدماء فيما اجتهدوا فيه. أما حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ليست وثائق للمرأة وللطفل، فما أكثر الوثائق التي لدينا. لكن مئات الآلاف قتلى من الأطفال في اليمن، مئات الأطفال من المعتقلين في سوريا وفي مصر. يعني إذن كيف تحول هذه الوثائق التي هي مجرد إعلانات، يعني إعلانات لإخفاء الذمم، لما يجري في الواقع؟ الغرب أيضا لديه حقوق إنسان، ولكن الغرب ثار من أجل اليمن، وثار من أجل إلقاء القنابل الكيماوية في سوريا. إذن حقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة. أما فيما يتعلق بالإخوان في مصر، هذه ليست أزمة الإخوان فقط، هذه أزمة النظام السياسي الذي يسير على قدم واحدة، على ساق واحدة، بعقلية إما وإما. إما العسكريين واستبعاد كل التيارات الأخرى، الليبراليين واليسار، وإما الإسلاميين واستبعاد التيارات الأخرى. ولم يحاول أحد أن يقيم حكما ائتلافيا يجمع بين التيارات السياسية حتى يصبح لكل تيار الحق في التعبير عن نفسه، بالرغم من إعلان مشاركة لا مغالبة، إلا أن الممارسة تبين أن المغالبة هي التي سادت أكثر من الغلبة، هي التي سادت أكثر من المشاركة. صحيح. نقد الدين من متدين؟ لا، نقد الدين هذا اتجاه علمي في نقد الروايات ونقد العقائد، ومن ثم ليس بالضرورة أن يكون متدينا. الانحراف ليس الانحراف عن طريق القرآن، هذا شيء طبيعي في تطور المجتمعات. لا يوجد مجتمع يظل على طريق مستقيم طيلة الخط، فالمجتمعات يحكمها قانون النهضة والسقوط، والقرآن ما هو إلا مجرد إشارات كيف ينهض. نعم. المجتمع. شكرا. وأخيرا دكتور. آخر كلمة فيما يتعلق في الإسلام دين أرضي. نعم، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس المؤمن بالعقائد، وبئر معطلة وقصر مشيد. أن المجتمعات تنهار إذا كانت مصالح الناس معطلة التي يرمز إليها بالآبار، وهناك من يبني القصور فوق هذه الآبار. ربما أن المراحل للنهضة مهمة، أن الغرب بدأ نهضته بالإصلاح الديني في القرن الخامس عشر، ثم بالنزعة الإنسانية في السادس عشر، ثم بالنزعة العقلانية في السابع عشر، ثم بالتنوير والنهضة في القرن الثامن عشر، ثم بالعلم في القرن التاسع عشر. فلا يوجد قفز إلى العلم مباشرة. أما الشباب فعليه أن يثور إذا شعر بأنه لم ينل حقه. وشكرا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا دكتور عبد الجبار. دكتور انا اتحدث. طبعا اولا اعتذر من كل من لم يفهمني، وحقيقة أنا غير قادر أن أتحدث بطريقة أخرى أو لغة أخرى أمام هذا الجمهور، اللي هو أكيد
فيه يعني أكثر اللي موجودين يمتلكون خبرة سابقة في الفكر الديني وفي مثل هذه المسائل، وإلا ما كان جاءوا إلى هذا المكان. والمشكلة يعني حديثي أنا وحتى حديث الأساتذة يطرح نتائج، وهذه النتائج، ولذلك أنا اضطريت أتحدث عن مقدمات حتى أدخل الورقة، لكن يبدو المقدمات أصبحت أوسع من النص فانتهى الوقت يعني. فإحنا أعطينا نتائج، وهذه النتائج يعني إنسان يدرس الفكر الديني نصف قرن تقريبا في حياته وينقده ويناقشه ويتخصص فيه، أكيد هاي المقدمات المضمرة والمستترة كثيرة جدا. فربما عدم الفهم سبب ليس التباس الخطاب وإنما عدم وجود هذه المقدمات. ولو كان الإنسان في صف مدرسي مثلا يعلم تلامذه يحتاج إلى بيان هذه المقدمات حتى يصل إلى النتيجة بشكل واضح وبشكل سهل. بالنسبة لما تفضل به الدكتور أحمد ماضي وهو من أساتذة الفلسفة في العرب المحترمين أيضا والمهمين، يقول إن الدين ليس حاجة وجودية للإنسان، أو ينقض على ما أقول أنه في ناس لا يشعرون بمثل هذه الحاجة. طبعا أنا ما ادعيت أن كل الناس أنه مسكونين بهذه الحاجة، وإنما ادعيت أن هذا النزوع اللي تظهر تعبيراته بأشكال مختلفة وتظهر حتى في العصر الحديث، في عصر الحداثة وما بعد الحداثة، في بلاد متقدمة بلاد الحداثة، إيمان بالأبراج وإيمان يعني حتى أقرأ أحيانا مثلا شخصيات سياسية مربوطة وحتى شخصيات سياسية يقولون هذه الواقع هو هذا التعبير اللي أنا أحب. لكن أنا أفصل هذا الكلام بالورقة أكثر يعني. ولعل الدكتور هو رجل خبير مطلع على تراث ابن عربي ويعرف، وتراث أيضا ملا صدرة، ويعرف فكرة الأسفار الأربعة. السفر الأول هو السفر من الحق إلى من الخلق إلى الحق بالحق من الحق، والسفر الثاني من الحق إلى الحق بالحق، والسفر الثالث من الحق إلى الخلق بالحق، والسفر الرابع من الخلق إلى الخلق. أنا ما أريد أحول المقام إلى درس فلسفي، لكن حتى أوضح الفكرة اللي أريدها لجناب الدكتور. الشيء الثاني مصطلح فلسفة مسلمين. أنا أشرت إلى أن بعض أساتذة الفلسفة اللي أنا شخصياً أحترمهم لا يعبرون فلسفة إسلامية، رغم أن شهادتي أنا الدكتورة تخصص فلسفة إسلامية مكتوب فيها، لكن هم يعبرون فلسفة مسلمين ويحتجون على ذلك في أن التفلسف في الحضارة الإسلامية كان له سقف، هذا السقف لا يستطيع عبوره. والدليل على ذلك محمد بن زكريا الرازي، ويعرف الدكتور جيدا، وابن الرويندي اللي وصف بالملحد، أو غيرهم مثلا اللي وصفوا بالزندقة والمبتدعة. فهذا يعني يصل للعقل إلى حد في سد هذا السد. ولذلك قالوا هنا فلسفة مسلمين، لأنهم يعتقدون أن الفلسفة لا هوية دينية لها ولا هوية أيضا جغرافية لها ولا هوية أثنية لها. الشباب دكتور عبد الجبار، أنت كتبت مؤخرا كتاب عن الشباب، يعني كان في كثير من الأسئلة تتعرض للموضوع، نريد أن نسمع نصائح للشباب أيضا ربما. والله أنا أخيرا كتبت نعم مقال بعنوان ثناء على جيل الشباب، منشور في صحيفة الثقافات اللي هي صحيفة إلكترونية، وأظن المحررة موجودة، هي تفضلت في نشرة. حقيقة هذا المقال كان تعبير عن حاجة عراقية، لأنه في مشكلة عندنا في العراق خصوصا في الجماعات الدينية. أنا أعرف بعض هذه الجماعات في السلطة قياداتهم منذ 50 سنة هو عضو في القيادة، وما زال حتى الآن. أعرف شخص يعني صديقي عمره الآن 91 سنة وأصيب بالإلزايمر ما زال عضوا في القيادة. فهذه رسالة وجهتها
إلى مثل هؤلاء لو كانوا يقرؤون، ولكن أنا أظن أكثرهم لا يقرؤون ولو كانوا يسمعون. فأنا منحاز للشباب كثير، يعني حتى أصدقائي وتلامذتي هم دائما يقال لي أنت أصدقائك خارج جيلك، يعني أصغر من جيلك. لا أعرف خاف الوقت. بارك الله فيك، يعني يمكن صار الوقت ضيق، إذا في يعني نص دقيقة إذا ممكن، نصف دقيقة. أحد الأخوة المتداخلين سأل، يعني أنا عن أي فقه أتحدث؟ حقيقة أنا لا أتحدث عن فقه في صبغة مذهب معين، ما أخص فقه الشافعي أو الحنفي أو الجعفري أو الأباضي أو غيره، وإنما أتحدث عن مدونة الفقه الإسلامي. أقول هذه المدونة نشأت أولا متأخرة، لأنه في عصر الرسالة الأحكام اللي كانت معتمدة في حياة المسلمين هي الأحكام اللي وردت في آيات الأحكام، ومع طبعا هاي وردت في آيات الأحكام أيضا متدرجة، لأنه فترة التنزيل استمرت 23 سنة، فما كانت مكتملة في البداية. مضافا إلى ذلك ما صدر عن النبي الكريم صلوات الله عليه من توجيهات مباشرة للصحابة، وبعض هذه التوجيهات أو أنا أعتقد كثير منها كانت تدبيرات زمانية مرتبطة بحالات، هي حالات هؤلاء الأشخاص وظروفهم والواقع التي صدر فيها هذا التوجيه. كما أن آيات الأحكام أنا لا أعتقد أن كل هذه الآيات فيها كما يقول الأصوليون إطلاق زماني وأحوالي، وإنما هي أيضا خاصة بعضها في عصر البعثة. بارك الله فيك. فأنا أتحدث عن الفقه، ولد الفقه أول شيء، ولد الحديث، وتدرون الحديث لم يدون إلا في عصر عمر بن عبد العزيز، صحيح، ثم دونت الصحاح والمسانيد متأخرة، وولد الفقه في أحضان الحديث. فلاحظوا الفجوة الزمنية الطويلة بين عصر البعثة وبين ولادة الفقه. جميل. شكرا لك. بارك الله فيك دكتور عبد الجبار. دكتور محمد شحرور، لو تشغل الميكروفون بس مشان الشباب. لا اضغط اضغط الكبسة مشان الشباب. لا تشعروا بعقدة الذنب، تخلصوا من عقدة الذنب. المحرمات 14 احفظوهن وعيشوا حياتكم. ومعظم والمحرمات معظمها قيم أخلاقية وليست تشريعات. الوصايا العشر هي 10 محرمات جاءت عند موسى وعيسى ومحمد، وكلها أخلاق. بني الإسلام على 5 لا يوجد فيها أخلاق، ولذا عندما يتقيد بها الإنسان يصبح الشعب متدين بالشعائر، والشعب المتدين بالشعائر شعب منافق. شعب منافق. شوفوا قديش الشعوب العربية متدينة وقديش الفساد اللي فيها، لحالكم شوفوا قديش هي متدينة وقديش الفساد، الكذب والغش والكذا كله موجود، لأن القيم الإنسانية هي أركان الإسلام، والشعائر هي أركان الإيمان. فعكسوهم، الشعائر هي أركان الإيمان، يعني أنت بالشعائر تنعرف أنك أنت من أتباع محمد، أما بالقيم الإنسانية أنت من أتباع الله، لأنه لا تكذب ولا تغش ولا تشهد زور ولا كذا، هي فيها البوذي وفيها المسيحي وفيها الكل بيشترك فيها، صرت أنت من أتباع ربنا، يعني المسلم هو بتوع ربنا، والمؤمن أضاف لربنا محمد، صار المسلمون المؤمنون، المسلمون المؤمنون. المسلم هو من آمن بالإله الواحد وعمل صالحا، بسميه بوذي بسميه هندوسي بسميه أم بسميه ما شئت، والعمل الصالح بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم. الرسالة المحمدية هي الرسالة الوحيدة
التي اعترفت بالتعددية. لا يوجد رسالات قبل اعترفت فيها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. عم يقول لكم اسكتوا، المسيحي مسيحي واليهودي يهودي وهذا يهودي، أنا بحاسبهم حسابوا عنها عندي، أنت ما دخلك. شكرا. ومن فضل الله على الناس جميعا، وهو محمد رب العالمين قال له لمحمد أنه انتبه أتبعك ما رح يكون معظم سكان أهل الأرض. جميل. قالوا عم يقول له بارك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني إذا 80% من سكان العالم من أتباع محمد عرف أنه في ديكتاتورية وفي إكراه، لو كانوا 80% كانوا سكروا الكنائس وسكروا كل شيء. ولسبب من فضل الله على الناس، من فضل الله على الناس جميعا، أنه ما في ملة تزيد على 50% من سكان الأرض كلها إلى اليوم. وهذا فضل من شكرا الله. شكرا دكتور محمد بارك الله فيك. أخيرا دكتور يونس قنديل تفضل. شكرا للسائلين، أسئلة كثيرة والوقت يعني ضيق، وأعتقد أن من حق الجميع أن يحوز على محاولة للإجابة أو قد تكون فاشلة أو ناجحة على سؤاله، ربما يعني تكون في فرص أخرى لتعميق النقاش. أنا سأنطلق من ما تفصل له الدكتور شحرور، يؤكد على فكرة أعتقد بها، بما أنه يمكن إرجاء الحكم القطعي على كافة الأعمال والأفعال التي تحصل بين إنسان وإنسان إلى يوم نعود فيه إلى إله يحاكمنا في يوم القيامة، فهذا يعني أن الدين الذي يرسله لنا لا يمكن أن يحوي على أحكام شرعية ملزمة لأي إنسان. بمعنى أنت مؤمن إيمانك يلزمك بنفسك. ولذلك أعود للسؤال الذي طرحته الأخت مركبا مع السؤال اللي طرحه أستاذنا المرزوقي. بدأ المسلمون بالحياد عن القرآن كدستور عندما بدأوا ينظرون إلى القرآن كدستور. هذا يعني أن القرآن عندما بدأ ينظر إليه كنص يحوي أحكاما شرعية ملزمة للاجتماع على وجه الثبات والتأبيد، بدأ القرآن يفقد قيمته كموجه حضاري ومعنوي وكصانع للكليات الكبرى الموجهة للإنسان، وبدأ يفقد قيمته كمؤكد للقيم الأخلاقية الكبرى، وبدأ يفقد قيمته الروحية المعززة للإنسان ولثقته بنفسه كمخلوق أمام العالم وأمام الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ في الثقافة الإسلامية حضور الإله في الكتاب كما يسمى في الأكاديمية إنليفريشن هو أن الكتاب يفقد قيمته، لأنه قيمة الكتاب أن يكون مؤشرا إلى ما هو خارجه، فعل الإيمان، فعل الإسلام، العمل الصالح، كل ما يحط عليه الكتاب هو أفعال يجب أن تقام خارج الكتاب. فالكتاب هو عبارة بتبسيط، عبارة عن مجموعة من الإشارات المرور التي تهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم موجودة خارج الإنسان، خارج القرآن. فالقرآن يقول لك اذهب منطلقا من هذا النص إلى العالم واصنع عالمك، عليك أن تفتض بكارة هذا الوجود وأن تصنع منه وجودا يليق بك ويليق بالرسالة التي وضعت على عاتقك كإنسان. فكيف بنا نذهب للقرآن لكي نعيش به ونبحث عن مرجع وعن تفسير وعن تحليل لكل ظاهرة وجهنا في الحياة، فأصبحنا سجناء في القرآن، وهذا ما لا يريده الله. الإنسان أعلى قيمة من القرآن، والقرآن موجود للتأشير على قيمة الإنسان وعلى حياة قيمة يقيمها الإنسان. فلذلك التفكير الديني الذي يقوم على أن القرآن هو المرجع في كل شيء على مستوى الأحكام والتشريعات هو يقتل القرآن ويذهب بنا إلى طريق مسدودة كما ذهب بنا الفقه. الإسلام السياسي اسمح لي أعلق لأنه من حق الإخوة أن فقط يعني الإسلام السياسي أنا عندي مشكلة مع ما قلته من قبل، أن هناك اختطاف للفكرة الدينية التي حولت الفكرة الدينية من كونها يعني لا يمكن أن يشتق منها أكثر من أساسيين الإيمان والأخلاق، هذا جوهر الفكرة الدينية، وجوهر فكرة الإيمان بالله هو خادم لفكرة الأخلاق، وهذا كلام طويل. ولذلك الدين هو بالنهاية قيم كلية كبرى أخلاقية يمكن أن يتوصل بها عبر الدين الكتابي وتبعا لرسول أو عن طريق الفطرة والعقل الإنساني.
الإسلام السياسي اختطف من معهودنا التاريخي والموروث الديني ومن ركامات الفقه واشتغالات العقل الإسلامي تاريخيا على الإسلام التاريخي، اختطف هذا الإسلام التاريخي وأعاد تكييفه بما يخدم نظريته في الوصول إلى السلطة. ولذلك أنا لا أنظر إلى المشكلة كصراع مع السلطة، أنا أقول أن الإسلام الصحوي الذي عاد أو حاول أن يقدم خارطة الطريق لتفسير مشروع النهضة ويقدم المسلمين، هو استطاع أن يستحوذ على الكم الأكبر من التأييد شعبويا لأنه كيف الإسلام واستخدم الإسلام. جميل. فأنا أحاول أن أفكك هذه المعادلة. أنا أقول أن الذين يحاربون الإسلام السياسي بما فيهم السيسي مقتنعون لدرجة كبيرة جدا بأفكار دينية ذات طابع سياسي وأفكار سياسية ذات طابع ديني هي أفكار إخوانية قد يكونوا ربما شكراً. أو ربما على قناعة أكثر من الإخوان نفسهم. لذلك إحنا أمام ظاهرة تفشي أفكار مضادة للدين ومضادة للواقع. لذلك أنا قلت نحن قتلنا الله في الدين وقتلنا الإنسان في السياسة، وهذا ينسحب على نقد مستبطن للدولة التي هي أصبحت شكراً. جزء من أدوات الدين المستخدم والمستعمل لعدم خدمة الإنسان بل للإقصائي. وقبل أن يقتلنا الإخوة الجالسون وقبل أن ينفض هذا الاجتماع كذلك الحال، أقول كلمتين. الكلمة الأولى: لن ننهض دون أن نحرر الدين من أوهام المتدينين أو كثير من المتدينين وسذاجة المقلدين وانفعال المقهورين وتوظيف السياسيين. وأخيرا: إن لم نستطع أن نصوغ من الدين نظرية للنهضة فلا نجعل الدين عائقا أمام النهضة. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا على هذه الجلسة الثرية الغنية.